الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب. انا اسفه جدا، انا لابسه تريننج سوت. احنا ما لحقناش الحقيقه، كنا في خارجي وجيت على طول عشان الحق الهوا، ما لحقتش اروح اغير هدومي. وانا بحب ابقى لابسه وانا بقابلكم هنا، عشان انا بحس ان هو لقائي بيكم لازم يبقى شكلي مشرف يعني. فانا اسفه جدا ان انا يعني لابسه بالطريقه البسيطه دي، لان كنا النهارده هنقدم حلقتنا عن حاجات كتير قوي. كنا هنتكلم عن مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنا هنتكلم عن حملة السمنة، كنا هنتكلم عن الولد اللي بيقرأ قرآن وكان كفيف، والأطباء قالوا ايه في حالته. يعني كان كوكتيل كده من الخير اللي كنا هنقدمه. وبعدين بالليل امبارح بعد ما روحت، دايما انا بروح اتفرج على النهار بلس 2، هقعد اقول بقى ايه، كنت غلسه هنا، كنت شوفوا اقول الكلمه دي، كنت شوفوا اعمل ايه، حاجات كده. فوانا بشوف كده، فسمعت المكالمه بتاعت ابو ملك، وبعدين بعد شويه كده قلت طب ايه يعني، خلاص كده يعني. انا كل قضيه اهمال طبي تيجي هطلع اقول حرام وكفاية وازاي والفساد وما ينفعش والغلابة والدم رخيص والدم قليل، وبعدين في الاخر ما يحصلش اي حاجة خالص. ويمكن من دور الاعلام هو تحويل القضايا المسكوت عنها او اللي هي محدش بيتكلم فيها، انه يعمل سبوت عليها ويعملها قضية رأي عام، زي منى عراقي مثلا. منى عراقي لما اتكلمت في قضية الشذوذ والناس كلها هجمتها وكده، انا معرفهاش خالص على فكرة، وعمري ما قابلتها، بس انا بقدرها جدا وبقدم لها كل التحية. واحنا كده ما نحبش نسمع الحقيقة، ما نحبش، واحنا عارفين ان ده موجود وده موجود ده موجود، بس لا. فقلنا دلوقتي ملك عندها 10 سنين، لو ملك دي لا قدر الله يا رب، لا قدر الله يا رب يعافينا يا رب، بنتي، كنت هطلع على الهوا اقعد كده اتكلم واقول حرام بجد، مش عارفة ايه، فين يا جماعة العدالة، فين مقاومة الفساد، واروح انام كده. والنهاردة اتكلم في حملة السمنة، قعدت طول الليل افكر، وضميري يجيبني هنا يوديني هنا، يجيبني هنا يوديني هنا. وانا يعني يوم الهوا الصبح ما بحبش قوي انزل يعني. فصحيت الصبح قلت، ساعات كتير قوي الناس تقول لك ادريان سعيد دي اوفر، عشان مثلا ممكن اعيط في موقف معين، او ممكن اتفاعل قوي مع موقف معين لسبب واحد، اني بحط نفسي مكان الحد اللي جاي يقول لي ساعديني. لو انا اللي موجوده في الموقف ده مشاعري هتبقى عامله ازاي، وبتتحول مشاعري فعلا زي ما فلانه حاسه او فلان حاسس. طبعا مش بنفس القدر، مش بقعد اصوت يعني واتمرمغ على الارض، لكن بجد ببقى حاسه ان اللي حصل ده ظلم فظيع. فصحيت الصبح كلمت احمد مهران، قلت له لا، ما هو مش هينفع. الراجل قال انا مش هشرح الجثه، وخلاص كده الحكايه هتتحفظ، والدكاتره دول هيفضلوا يعملوا اللي بيعملوه ايا كان اللي بيعملوه، احنا مش عارفينه. وعلى فكره ده مش معناه ان الدكاتره دول وحشين، ممكن يكون هناك خطا ما خارج عن ارادتهم، ممكن يكون قضاء وقدر، بس لازم نعرف عشان ما يتكررش في حد تاني، لان الروح غاليه جدا، الطفل غالي جدا جدا. يعني لما بيبقى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى في عيب خلقي في القلب مثلا، وامي تيجي تقول لي ده ملوش عمليه وملوش، بحارب وافضل ابعت المانيا وافضل ابعت اسطنبول وافضل ابعت انجلترا واقول لا، هنا وهنا وهنا وهنا، عشان دي روح هتروح. فما بالك واحده داخله على رجليها سليمه المستشفى تعمل عملية هايفة وعبيطة زي اللوز، تموت يعني.
هاتو. قبل ما اوريكوا كان حاصل ايه في هدوم ملك اللي رحت بيتها جبتهم من اوضتها، تعالوا نفتكر كده مكالمه ابو ملك امبارح. ومعانا استاذ سيد والد ملك. استاذ سيد، اهلا وسهلا بحضرتك. بقاء لله. بقاء لله. ايوه بقاء لله. استاذ سيد، ممكن حضرتك تحكي لنا بالظبط ايه اللي حصل؟ يا حضرتك دخلت، راحت ودتها للدكتور علشان خاطر كانت بتتعب من عملية اللوز. ممكن حضرتك توطي التلفزيون بس اللي جنب حضرتك، ويا احمد تحضر لي صورة المستشفى اللي عملت فيها عملية اللوز من فضلك. اتفضل حضرتك. هي رحت وديتها للدكتور، قال لي اعمل لها تحاليل في المركز عندي. عملت لها التحاليل وبعدين وجيت حضرتك عطيت له التحاليل تاني يوم، قال لي عندها انيميا وسرعه ترسيب. وجي حضرتك راح كاتب لي على العلاج ليها، وقال لي هتمشي عليه لمده اسبوع، هتجيبه لي الاسبوع اللي بعد، هتجيبها لي الاستشاره الاسبوع اللي بعديها. بعدين قلت له ماشي حضرتك. وجيت رحت، لما رحت له بقول له يا دكتور ما نعمل لها تحاليل تاني، قال لي لا هو كده خلاص كفايه. فراح جه بيقول لي انت هتجيلي يوم الاحد علشان نحدد لها ميعاد العمليه وتجيب لي الفلوس بتاعت العمليه. اللي هي بكام بقى يا استاذ سيد؟ حضرتك هو طلب مني 1000 جنيه. وجيت اعطيته 600 جنيه تحت حساب العملية، وعلى اساس ان انا هديله الباقي في المستشفى اما تطلع ان شاء الله. خدتها معايا برضو يوم الحد، ورحت له يا دكتور طب اعمل لها التحاليل نطمن، قال لي لا مش لازمة التحاليل، هي خلاص كده هي بقت كويسة. ما ادهاش علاج تاني وكررهولها، قال لي لا ما تكررش حاجة. قلت له ماشي حضرتك، هتجيبها لي بكره الاثنين عشان اسمع صدرها واسمع النبض بتاع قلبها. قلت له حاضر. ورحت له، وطبعا كانت والدتها تعبانه معايا، اخدتها عشان تكشف عنده. وبعد ما كشفت عنده بيتقيس الضغط، فبتقول لها هو انت بتتفلسفي؟ بتقول له الضغط كام؟ بيقول لها انت بتتفلسفي ليه؟ هو كله بيتفلسف كده. الدكتور بيقول للمريضة كده؟ بيقول لها، بيقول لي مامتها. فبقول له حضرتك أمال هي جاية تكشف ليه؟ لما احنا هنتفلسف. ده الدكتور، ده دكتور مين يا أستاذ؟ الدكتور اسمه ممدوح حسن خطاب حضرتك. الدكتور كاتب حاطط يافطة عليها استشاري الجراحة العامة. جراحة عامة. جراحة عامة. ماشي. جه قال لي هاتي، قال لي قال لها اطلعي ملك على السرير. طلعت كشف عليها، قال لي هتجيلي بكره الساعة 12 ونص الظهر، وهتصورها من الساعة 1 بالليل. ورحت المستشفى اللي هي مستشفى ايه؟ رحت مستشفى اسمها الجامعة الطبية الإسلامية. هتلاقي صورتها كده يا أحمد. الجمعية الطبية الإسلامية. ماشي. مشهورة في شارع عثمان محرم في الطلبية. وبعدين يا حضرتك طبعا لما رحنا فضل معادها لحد الساعة حوالي 3. ماشي. ودخلت العملية بعد تلت ساعة. أنا كأب حسيت إن بنتي بتعيط جوه أوضة العمليات، فبقول لها، بقول لمراتي واخويا قاعد واختي زوجتي برضو قاعده، واحده جارتنا، بقول لها مالك بتعيط جوه؟ قاعد يقول لي وحد الله يا عم ما فيش حاجه، مالك جدعه وشاطره وبتسمع الكلام ده، قربت تطلع من العمليه. في الوقت ده انا حاسس ان بنتي فعلا كان فيها حاجه. قعدت قد ايه جوه اوضه العمليات ازاي؟ قعدت حضرتك ساعتين. ساعتين لوز؟ ساعتين. اللي هو زي بتاخد 10 دقايق. بعد كده طالع بيقول لي انا اتعملت العمليه والعمليه نجحت.
نجحت بس ايه دي؟ بنفوق البنت ما بتفوقش. ماتت من التخدير بقول له يعني؟ ليه؟ بيقول لي اصل عشان جسمها سمين شويه فممكن مش مستوعبه ان هي تفوق. يا قلت له سلام. لا انا عايز اشوف بنتي، اشوف بنتي فيها ايه. دخلت لقيت بنتي نايمه على السرير ميته. بداية قبل الحلقة دي، لأن الحلقة دي مهمة جدا. ليه؟ لأن ناس كتير قوي قوي بتعاني من موضوع الإهمال الطبي، وأنا لم أجزم أن هناك إهمال طبي. هو ده التقرير اللي اتكتب من مكتب الصحة أو طلع من مكتب الصحة، بيتقال فيه أن هناك إهمال طبي حصل، والورقة دي اتقدمت للنيابة. قبل بس ما نبدأ الحلقة، كل الدكاترة اللي أبو المريضة اتعامل معاهم ليهم كل التقدير والاحترام، ليهم حق الرد في أي وقت. احنا بنكلمهم وبنقول لهم، لأن هم اتعمل محضر ضدهم، ودي يعني قضية رأي عام، ولا نقصد ابدا ان احنا نسيء ليهم، ولكن حق البنت. لو هي البنت دي بنتهم، كانوا هيعملوا اكتر من كده، وكانوا لازم يمشوا ورا الموضوع. عايزه بس اقول لكم حاجه، في فرق كبير قوي بين التجاره بالمشاكل وانك تبقى فعلا عايز الحقيقه تطلع. يعني في مثلا ممكن انا كاعلاميه اخد حاجه واعمل منها فجوره وافضل اشحن الناس ومش عارفه ايه عشان عايزه اعمل بروباجندا، عشان عايزه اعمل حلقه. الحمد لله انتوا اكيد عارفين ان انا مش محتاجه ده، لان اللي بيقربني من الناس الخير اللي احنا بنعمله، مش اي حاجه تانية، مش اي قضيه تانية. يعني انا ممكن اروح القدس، ممكن اروح السلوم، ممكن اعمل حاجات كتير قوي بيها بروباجندا، غير ان انا اتكلم على موت وعيا ومرض وحاجات كده. فهناك شعره بين ان انا اعمل يعني فجوره عشان اتاجر بمشاكل الناس، وان انا بجد مؤمنه ان يجب ان احنا نقضي على الفساد لو في فساد موجود، وخصوصا ان في ناس كتير قوي بتتمتع بجهل، وناس كتير قوي بسيطه، او بالبلدي كده ناس كتير قوي غلابه. والغلابه دول ولا فاهمين الدكتور ده ايه، ولا متخصص ايه، ولا الكلام اللي بيقولوه ده صح ولا غلط. يعني انا دلوقتي لما اروح لواحد جراحه عامه ويقول لي هعمل اللوز لابنك، هقول له يا دكتور جراحه عامه ايه اللي يعمل انف، يعني يعمل حاجه اختصاص انف واذن وحنجره؟ يعني امبارح الراجل وهو بيقول لي جراحه عامه، ورحت انا الى جراحه عامه، ما كنتش لسه عايزه اتكلم غير لما اشوف فين الحقيقه. لان لا يمكن دكتور جراحه عامه يدخل يعمل لوز. ومن بساطة الراجل انه راح لجراحة عامة اساسا، لكن لو الدكتور امين كان رد عليه قال انا مش جراحة عامة اصلا. فكان لازم ننزل نشوف الحقيقة فين، ولا عايزين ندور الدكاترة، لان احنا اكتر ناس بنتعامل مع دكاتره في مصر، واكتر ناس عارفين ان احنا عندنا اطباء محترمين جدا جدا جدا، ومن غيرهم ما ينفعش نعالج الناس، فهم مهنتهم مهمه قوي. ولكن اذا كان هناك تجاره، ولا اذا كان هناك اهمال، ولا اذا كان هناك استهتار بارواح الناس لانهم ناس بسطاء، فده ما ينفعش. وده اللي نزلني رحت لملك، مع ان احنا كنا القضية حاجة تانية خالص، وكنت عاملة حسابي ان انا رايحة في مشوار بسيط وراجعة اعرف ايه اللي حصل. طلع يوم طويل جدا جدا جدا، وظهرت مفاجآت كتير جدا جدا جدا، منها ده الملك اللي كانت لابساه يوم العملية دي، الفانيلا، فانيلا مقطوعة من الجنب، فانيلا اهي. وياريت احنا مكلمين ناس من وزارة الصحة تشوف الحلقة. الفانيلا مقطوعة من الجنب. احنا انت عندك صورة يا احمد يا حسين وهي داخلة اوضة العمليات باللبس ده، بلوفر مقطوع من الجنب اهي، ملك وهي في المستشفى وداخلة اوضة العمليات باللبس ده. رجعلي لبسها
لبسها متقطع. هي دي المفروض تيشيرت مقطوعة برضو من الجنب. ملك دخلت أوضة العمليات بلبسها. ده بلاغ بقى لوزير الصحة من الدقيقة دي لغاية آخر الحلقة كده. بلاغات ورا بعض. بلاغات ومخالفات ورا بعض، عشان كده بقول أنا ماليش دعوة بالدكاترة وليهم كل التقدير والاحترام. احنا بنتكلم دلوقتي في مخالفات. لغاية دلوقتي، لغاية ما النيابة تقول كلمتها. لأن احنا بعد ما البنت اتدفنت راجل دلوقتي موجود في اسم الطلبية بيحاول المحضر الإداري لمحضر جنائي وبيطالب بإخراج الجثة من القبر لتشريحها. البنت مفروض الواحد بيقلع هدومه وبيلبس الجاون وهو داخل أوضة العمليات عشان لو حصل أي حاجة شوك للقلب أي لازم يكون الواحد نظيف ومعقم ومش لابس عشان أي حاجة حصلت. فهو لما حصل اللي حصل اللي الله أعلم إيه هو اللي حصل اتقطعت هدوم البنت في أوضة العمليات. رحنا للدكتور وائل ورحنا للدكتور ممدوح. طبعا انتوا مش عارفين دول مين، انا هحكي لكم قصه. واخر واحد قال لنا يمكن مات التخدير، وما ينفعش ابدا نجزم انها مات التخدير، لان هناك طبيب التخدير تقدر ترد علينا كويس قوي وتقول لنا اذا كانت توفت من التخدير او لا. ولما الدكتور قال لنا كده استغربت الحاجه بس مهمه جدا. اما انت عارف انها ممكن تكون مات التخدير، يعني ماتت نتيجة إهمال، يعني ما ماتتش عشان مش غلطة، ماتت كده عمرها يعني قضاء وقدر. لا انت ما قلتش كده، مكتب الصحة ما قالش كده، دكتور ممدوح ما قالش كده، كلكم ما قلتوش كده، وطلعتوا تصريح الدفن كنتوا هتدفنوا البنت لولا البطل موظف الصحة. احنا معانا دكتوره هناء ترد علينا قبل ما نبتدي الحلقه. قفلت طبعا صح. طب حاولوا برضو تكلموا الدكتوره هناء عشان هي كانت معانا على التليفون وواضح ان كلامي ما عجبهاش. بس انا برضو قبل ما ابتدي الحلقه بدي حق الرد للدكتوره هناء على الكلام اللي هيتقال. مهنيتي تحتم عليا، انا ما بقولش دكتوره هناء ايه ولا اسمك ايه، انا بقول لك حق الرد قبل ما نبتدي الحلقه. نتصل بيها ما بتردش. طيب عملنا اللي علينا، توكل على الله، نروح لفاصل ونشوف الحلقه. وقبل ما نشوف الحلقه بتدوس في وشك. طب خلاص ما انت بتهزقش نفسك، خلاص مش عايز اتكلم معاك، يا حره يا حر. ما ينفعش ان احنا بقى بلد بنتكلم عن تغيير، وبلد بنتكلم على مقاومه الفساد، بنتكلم على الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصه لازم نخلي بالنا منهم و واطفالنا يروحوا كده ولمجرد ان هم ولاد ناس بسطاء يبقى مالهمش قيمه. يعني هي لو بنت مسؤول كبير مثلا، او لو بنت رجل اعمال كبير، او كان حصل لها كده، المستشفى هتقفل تاني يوم. بس انا عندي ثقه في وزير الصحه بجد، عشان انا قعدت مع الراجل ده وبحترمه جدا، وعارفه ان هو ما يسكتش على الغلط ابدا اذا كان هناك غلط. لكن هو في ورقه رسمي بتقول ان في غلط طالعه من وزاره الصحه، ودي يمكن اكبر حاجه بسطتني، ان كان ممكن قوي موظف الصحه يطبخها معاهم وما يكتبش التقرير ده، او يرشوه ويكتب تقرير زي الفل.
المفاجأة الأولى بقى إن الدكتور ممدوح اللي هو اتكلم عنه امبارح ده مش هو اللي عامل العملية. يعني هو راح لدكتور مكتوب عليه جراحة عامة، هو الراجل عشان بسيط تخيل إن جراحة عامة يعني بيعمل أي حاجة، خد له مراته عشان عندها خراج في ثديها، وخد له بنته عشان بتعمل اللوز، أي جراحة يعني. فطلع إن لأ، الدكتور كده بيروحوا له، فبيروح هو يختار دكتور تاني وما يقولش لأهل المريض إن مش هو اللي هيعمل العملية، وبيدخل أوضة العمليات معرفش بيدخل يعمل إيه، هل هي عملية تمويه أو إيه، بيدخل أوضة العمليات مع الدكتور اللي هيعمل العملية. وبعد ما توفت ملك، التقرير اللي طلع من المستشفى اللي ماضي عليه الدكتور وائل اللي هو عمل العملية بيقول توفت المذكورة أثناء إجراء عملية استئصال اللوز نتيجة جلطة بالرئتين. أي دكتور سمعني دلوقتي، جلطة دي أول ما بنطلع من أوضة العمليات بيدونا حقنة عشان تعمل سيولة في الدم عشان ما يحصلش جلطات بعد العمليات. لكن طفلة يجي لها جلطة في الرئة وهي بتعمل لوز؟ وعرفتوا منين إن جالها جلطة في الرئة؟ وانتوا أول ما ماتت رحتوا حاطينها في أوضة بتاعت، انتوا بتقولوا إفاقة وأهل المريض بيقولوا إنها مكان فيه لوكرز بتاع تغيير لبس الممرضات. احنا ما حبيناش كان عندنا حلقه النهارده قويه جدا على فكره، وكان ممكن بدل تعب القلب اللي كنا فيه النهارده، ليه تعب القلب؟ عشان احنا النهارده اتهزقنا واتشتمنا واتطردنا وكنا هنتضرب وحاجات كتير قوي حقيقه تعرضنا ليها، كان ممكن قوي نكبر دماغنا خالص من كل ده واطلع لكم بحد قتل حد ولا حد خطف حد وحلقه تكسر الدنيا وخلاص. بس هو كل واحد بيعمل حاجه بتعود له في يوم من الايام، وان الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ونيتي النهارده كانت اني ما ينفعش نسكت ابدا على الغلط، ما ينفعش الحق يروح، والبنت دي ليها حق. ومره تانية احنا قبل ما نعمل الحلقه دي طلبنا من كل الاطباء حق الرد، منهم دكتوره التخدير اللي رفضت دلوقتي ترد، وهي كانت معانا فعلا على التليفون اول الحلقه، بس بعد ما سمعت الكلام ما انبسطتش، كان لما شافت الهدوم المقطعه ما انبسطتش. اكيد اهل البنت ما قطعوش هدومها يعني بعد ما ماتت ولا ايه؟ دي مريضه، دي مريضه اللي متقطع هدومها، دي مريضه، ده بلوفر المفروض مقفول متقطع، كل الهدوم متقطعة. هل في مكان في العالم بيدخل بيه المريض بهدومه؟ هل في مكان في العالم بيعامل الأطفال بالطريقة دي؟ هل في مكان في العالم ممكن تدخل لدكتور غير متخصص يختار لك دكتور على مزاجه عشان السبوبة ما تضيعش؟ أبقى أنا تخصص مثلا قلب وأنت عايز بطنة، أروح محولك على واحد صاحبي من غير ما أقول لك وأقول لك إن أنا اللي عملت العملية؟ هل تعلموا ان البنت دخلت مكتوب على الاسوره اللي في ايديها الدكتور ممدوح ومش هو اللي هيعمل العمليه عشان هو اللي جايب الحاله وموظف المستشفى هيقول لنا الكلام ده؟ هل تعلموا ان المستشفى ما تعرفش حاجه عن الدكتور وائل وان هما علاقتهم بالدكتور ممدوح؟ هل تعلموا ان المستشفى اللي عملوا فيها العمليه ما فيهاش عنايه مركزه؟ يعني لو حصل اي حاجه في العمليه ما تقدرش تدخل عينيه، ما تقدرش تحط على تنفس صناعي، مفيش فنتليتر، مفيش اي حاجه. اي حد طبيب بيشوفني دلوقتي هيعرف اللي انا بتكلم فيه ده كوارث. هل تعلموا ان الدكاتره دي لا تنتمي للمستشفى وانهم بيأجروا اوضه عمليات؟ يعني هو راح لدكتور بتاع جراحه عامه، راح جاب واحد صاحبه وما قالش للدكتور ان ده ان فلان اللي هيعمل العمليه، بعدين راح اجر اوضه عمليات في مركز انا مش اللي دخلتها النهارده دي مش مستشفى، مستوصف، مركز، اي حاجه. وعيب ان يبقى محطوط عليه الاسلاميه، لان المسلمين ما بيعملوش كده.
المسلمين ما بيعملوش كده، المسلمين الحقيقيين ما بيعملوش كده، وبطلوا تشوهوا الإسلام. احنا دخلنا على موظف المستشفى لقيناه مدور قناة الجزيرة، كل الموظفين في المستشفى بيتفرجوا على الجزيرة. وصلت؟ حاجات كتير قوي عايزه اقولها، بس من كتر ما انا تعبانه ومن كتر ما انا تعرضت الحقيقه للاهانه الشديده، انا يعني ممكن اعلق لكم بعد الحلقه ايه اللي حصل، بس عايزه افهمكم ايه اللي هيحصل في الحلقه اللي جايه. اللي جايه الاول اتجهنا لبيت الاب والام. بعد ما خدنا الهدوم دي كنا لازم نروح نشوف المستشفى، هل كان هي مستشفى مجهزه مثلا وخيريه ازاي وهو دافع 1000 جنيه؟ معرفش. دخلنا المستشفى واخدنا المعلومات من موظف المستشفى، وتاكدنا من كلام الراجل ان 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 في دكتور هو اللي متعاقد معاهم، وان الدكتور اللي عمل العمليه ده هم يعني مش هم اللي متفقين معاه، يعني في دكتور بيدخل على اوضه عمليات ما يعرفش حد في المستشفى. وبعدين عملوا تصريح الدفن وكانوا هيدفنوها وقالوا له عوضك على الله. وبعدين جه مفتش الصحة ربنا يبارك له قال لهم لا طبعا دي ماتت نتيجة إهمال طبي ودي جناية و و و وراح بلغ الشرطة. اتجهنا بعد كده للدكاترة ان احنا لا نقصد التشهير بحد ابدا ولازم الدكتور يرد. دخلنا عند الدكتور الاولاني اللي هو عمل العمليه، لقينا العياده عنده زحمه جدا جدا جدا، وكان ذوق جدا ومؤدب جدا الحقيقه، وقال لي انا هتكلم معاكي، هجيلك لغايه القناه اتكلم معاكي. قلت له انت كتبت تقرير ان دي جلطه في رئتين وحضرتك عارف ان الكلام ده مش علمي. ما ردش عليا وقال لي نفضل ان احنا نتكلم بعدين. رحنا للدكتور ممدوح، حقيقة راجل قابلنا بمنتهى الاحترام وكان لسه بيتكلم علينا، بس اهل حتته دخلوا العيادة اقتحموا العيادة وقالوا احنا قرايبه وبتاع ومش عارفة ايه. فهي راح داخل الدكتور تاني انا معرفش ده مين يقرب له او ايه، شتمني مع ان انا استأذنت قبل ما ادخل واستأذنت اني اخد اللقاء قبل ما ادخل، وكنت قاعدة بعمل لقاء بمنتهى الاحترام، ما عملتش حاجة غلط، ما عملتش حاجة غصب عن حد يعني، وكنت عايزة الناس ترد احسن ما احنا نطلع نقول كلام مش صح واحنا بنتكلم على اطباء افاضل. شوف مع بعض اللي هيحصل كده، وبعدين نكلم وزارة الصحة تعلق، وبعدين انتوا تعلقوا كمان. بس الغلطان في الموضوع ده هيتعاقب، ودي كلمة على مسؤوليتي الشخصية. نروح لفاصل ونشوف مع بعض. قبل ما نروح بس نشوف الحلقة، الجدير بالذكر ان انا تم تهديدي انا شخصيا لو انا ذات الحلقة دي هتشوفي اللي هيجرالك. الشخص الغلط اللي يتقال له الجملة دي خالص، انا مش هيجرالي غير ربنا كاتبهولي، وانا هذيع الحلقة وانا مش فاهمة الخوف من ايه اما انتوا اصحاب حق. توكلنا على الله. شوف مع بعض.
الحقيقة بعد حلقة امبارح احنا روحنا وخلص موضوع ملك، قلنا ان هي دخلت عملت عملية اللوز وان هي ما طلعتش من قطر عمليات وابوها اتكلم على التليفون وبكى. وبعدين قلت طب وانا ليه اعمل زي الباقي؟ ليه خلاص يبقى خبر وحاجة نعمل عليها والليلة وتخلص؟ لا مش هتخلص، لا مش هتخلص لغاية ما الحق يرجع، ومش هتخلص لغاية ما نكلم وزير الصحة نقول له ده حصل ازاي، ولغاية ما نشوف المستشفى دي عملت كده ازاي، وهل هو خطأ تخدير ولا هل هو خطأ ايه. ولازم البنت يرجع لها حقها، ولازم الموضوع ده ما يتكررش، وده الأهم، لازم الموضوع ده ما يتكررش. مش كل شوية حد يروح وحد يموت وبعدين نقول اهمال، اصل الدم رخيص، اصل خلاص انا زهقت من الكلمتين دول، بقى انا مش هقول الكلمتين دول تاني. هنرجع الحق، يعني هنرجع الحق. تجيبي حق ملك، ملك كانت بتتفرج عليك على فكرة، كانت بتشوفك، كنا بنشوف البرنامج بتاعك وبتتفرج عليك، كانت بتستناك، كانت بتنادي عليا من فوق يا تنسحر، أنا عايزة بتنترهام على التلفزيون، بنتفرج عليك كلنا وعايزينك تجيبي حق ملك، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم من نوم لله، عشان هم ضيعوا حقها، احنا كنا في المستشفى، يا ريت جيت لنا يوميها، والله العظيم يا ريت كنا نقدر نتوصل إليكي وقتها، من نوم لله، ربنا يكرمك. طبعا احنا هنعمل لقاء مع والد ووالدة ملك، وبعدين هنتجه للمستشفى. انا عارفة ان مقابلة الطبيب هتبقى صعب، ربنا يرحمها يا رب، الله يرحمها. السلام عليكم. روحت امبارح وبعدين قلنا مش هتبقى مكالمة، وطلعنا الصورة وخلاص. طبعا انت ضيعت الحق شوية بانك ما شرحتش، عشان دلوقتي هيقول لك ما خلاص ما احنا مش عارفين ايه اللي حصل واتدفنت، وانت لا يمكن هتطلعها من الدفن وكده، بس عايزين ده ما يتكررش، وعايزين حقها يرجع. انا كان نفسي ان انا ما انهاش، لان هي غالية عليا اول، مش قادر اقول لحضرتك اللي انا قدرت اعمله، ان انا سترتها ودفنتها، لكن غير كده ما كانش عندي استعداد اشوف فيها اي خدش تاني، مش هقدر. يعني كفايه اللي حصل لها قصدي؟ اه كفايه اللي حصل لها، وما كنتش اقدر اشوف فيها اي خدش تاني والله، ولو كنت شفت فيها اي حاجه تاني بتهيألي كنت ممكن اموت في ساعتها. امبارح وانت بتكلمني بتقولي انا لما دخلت بقول له عملت فيها ايه، راح شادد الخراطيم من خرطوم من مناخيرها، في خرطوم كان موصل حضرتك في الانف، بس شايفه في الصوره ان في دم. فهو عشان خاطر مامتها ان هي مسكت فيه وتقول له انت موتت البيت، فتنرفز راح شادد الخرطوم، يعني الخرطوم حضرتك، وراح قال لها طلعها بره، وهي بقت ماسكه الاجهزه عماله تقول لهم حرام عليكم موتوها، وتشيل في الاجهزه تقول لهم حرام عليكم موتوا بنتي موتوا بنتي، بقت تصرخ، راحوا مطلعينها بره، هو مسكت فيه بتقول له انت موتتها، يقول لها لا ده قضاء ربنا، هو هي كده. وراح بعد كده طلعونا بره، وطلعوا الملك حطوها على الترول ودخلوها اوضه تاني. كان عندها اي حاجه صحيه؟ بتعاني من اي حاجه؟ لا والله، والله ما كان عندها اللي هي اللوز ديك اللي هي بتتعب. وانت رحت الجراحه عام في اللوز دي، ما رحتش الانف واذن وحنجره دي؟ انا حضرتك يعني انا قلت يعني ان هو كان قبل كده كان عامل عمليه لاخويا، بس من زمن، يعني من زمن فتره طويله، من زمان جدا.
مالك عندك كام سنة؟ 10 سنين تمتهم في 5/2 اللي فات دوت. طب هو اللي بيعمل للكبار ما بيعملش للصغيرين، يعني في حاجة اسمها دكتور كبار ودكتور أطفال، ما ينفعش واحد يبقى سلطة كده. عمل لأخوك وهو كبير صح؟ اه. وبيعمل ازاي أطفال؟ قالوا لي ده استشاري جراحة عامة، ويعني بس انا ما اعرفش ان هو اساسا دكتور مسالك بوليه. ده كمان يعني هو طلع مسالك بوليه؟ اه، اللي اكتشفته ان هو دكتور مسالك بوليه. وكمان زاد معلش يعني السمساره حضرتك بتبقى في، عرفش ازاي ان هو دكتور مسالك بوليه؟ ايه؟ ان معظم الحالات اللي كانت رايحه له يا اما كلها بواسير، يا يعني كاتب جراحه عامه بقى بيعالج كل حاجه. فهو ده بقى اللي اكتشفته، ان يعني هو ده مش دكتور انف واذن، ماشي، وكاتب جراحه عامه. وانا يعني هل اساسا هي قبل العمليه بقى وهي داخله كده انتوا متوقعين انها حاجه سهله صح؟ انا متوقع حاجه سهله، وبيقول لي انا دلوقتي هعمل لها العمليه، هعملها لها، بيقول لي في خياطه وفي اللي هي الليزر او المنظار. فقلت له لا، قلت له ايه، انا مش عايز خياطه. فبيقول لي لا، دي ب 800 جنيه ودي ب 1000 جنيه. لا، قلت له لا، انا عايز اللي هي ام 1000 جنيه علشان خاطر ايه، تقدر تشد ايه صحتها بسرعه عشان خاطر تنزل مدرستها وكده. هي كانت خايفه يا ميا؟ لا والله، دي كانت عماله تلعب مع اختها الصغيره مع جنى، وعماله تحدف كان معاها فلوس كده، عماله تحدفها في الارض وتجري مع اختها وفرحانه وتجري، لحد ما حتى لبسوها المرياله اللي هي بيقولوا لها ايه، علشان لما تخش اوضه العمليات ما البنج ما يبقاش على هدومك. بقت عماله تقول انا طايره، انا فرحانه، انا طايره. وبقت هي كده بتقول كده؟ اه والله. وبقت تلعب قدامي وما فيش اي حاجه، وبقت فرحانه. حتى هي اللي راحت اعطتهم رقم تليفوني، بتقول له بيقولوا لها بيسالوها رقم التليفون بتاع حضرتك، راحت قالت له انا حافظاه 011، وراحت مليهم الرقم. وبعد كده جت انا قاعد قدام اوضه العمليات، قلت لها واحده انت مالك؟ اه، راحت واخدها من ايديها وراحت داخله. حتى ما احنا ما لحقناش حتى نسلم عليها ولا نكلمها، زي ما يكون حاجه كده جت، ولا عايزه بالله ما خلتناش شفنا اي حاجه. دخلت اوضه العمليات بعد تلت ساعه، انا قاعد برضو مكاني، فسمعت الصوت، سمع الصوت بتاعها ايه، زي صوت عياطها. بقول لعمها ومامتها واخت مراتي واحده جارتنا، بقول لها مالك بتعيط جوه؟ مالك؟ انا سامع صوتها بتعيط. بتقول لي لا، دي مالك جدع شاطره تسمع الكلام، وانت عارف ما عارف مالك، لو انا موصياها وقايله لها ما تخافيش يا بابا. فما جت دخلت بعد تلت ساعه، بدات بقى طبعا لما القلق جالي كده، بقت عمال يا رب استرها، وقاعد عمال ادعي رب. بس هو يا رب استرها في اللوز دي، اللوز دي اسهل حاجه في الدنيا، يعني اللوز دي اسهل عمليه في الدنيا. حضرتك ما دخل لقلبي، بقيت عمال ادعي ربنا ان هو، وانت قاعد في العياده لقيت الناس جايه تعمل بواسير وانت عملت اللوز برضه؟ اه، في ناس داخله بتخش حالات، بتخش عنده اللي بيفك سلك، اللي بيكشف، اللي في ناس دخل، في ناس كانت موجوده معانا في اليوم دوك. واحد بيقول لي انا هسبقها على المستشفى، انا بكره ان شاء الله بقى احدد لك بكره. بقول له اه. قال لي ده احنا برضه هنسبق برضه، بس انا هعمل العمليه الاول. انت دفنتها فين؟ انا دفنتها هنا حضرتك، هنا في الهرم، في تراب هنا بتاعتنا. مش متخيل طبعا ان هي اول واحده هتروح، يعني دايما الواحد بيبقى عامل مدافن للكبار. متخيل والله العظيم، مش متخيل ان بنتي تخش يعملوا فيها كده. وبعد كده طالع بعد ساعتين بيكلمني، بيقول لي هي بنتك بتتعالج؟ قلت له يا دكتور انا قلت لك اعمل لها تحليل واعمل لها الحاجه. قلت له بنت ما بتتعالجش من اي مره. لما دخلت كانت اتوفت خلاص؟ اه، انا دخلت، هو طالع لي من اوضه العمليات بيقول لي بنتك بتتعالج من اي مره. قلت له لا، انت بيقول لي هي العملية نجحت الحمد لله، بس بنتك بنحاول نفوقها ما بتفوقش عشان جسمها سمين. قلت له انت بتاخد بالكيلو ولا ايه؟ قلت له انا عايز اشوف بنتي فيها ايه. دخلت لقيت بنتي نايمة على السرير،
عينيها مفتحة، شفايفها زرقاء، والخرطوم ده واصل. فجت مراتي فضلت تصرخ يا بنتي يا بنتي، ومسكت فيه ما انت موتها، ومسكت في هدومه راح شدد الخرطوم بلا رفق ولا رحمة كده منها، هي ميتة وهي ميتة. بدأت انا عايز اسعفها، ادوس على صدرها اقول لها امي يا بنت، احط دماغ على صدرها اسمع اي نبض اي حاجة، مش لاقي. بيتعمل اصرخ وميت، ومبقتش قادر امسك نفسي. هو ما قالكش حاجة بعديها؟ جي حضرتك طلعوها بره، طلعوهم بره، راحوا مطلعين مراتي مسكوها الممرضات طلعوها. بعد المحضر والحاجات دي؟ بعد المحضر انا لقيت جوز دكتورة التخدير جاي هنا بيقول لي هي جت متأخرة شوية وانا جاي اعزيك واقول لك البقاء لله. قلت له البقاء لله وحده. جي قاعد معانا بيقول لي احنا كنا طالعين عمره، وبقول لي مراتي احنا سنها كبير 55 سنة، وبقول لها احنا هنطلع العمره. راحت قالت لي ازاي اطلع عمره وانا في ناس اهلها محروق على بنتها. هي دكتوره التخدير هي اللي غلطانه؟ هو كده حضرتك مش دكتورة التخدير بس، عمري ما شفت جوز دكتور بيروح يعزي مريض. وجي حضرتك جالي هنا جوز دكتورة يجي يعزي مريض، غير بقى لو هو اللي عامل حاجة. يقول لي انا بعرض عليك ان انت تقبل تذكرتين العمرة انت ومراتك، وما تروح هناك تدعينا. غريبة قوي دي. يعني طبعا ذوق وخير وكل حاجة، بس يعني الدكتورة راحت روحت قالت لجوزها ده واحدة ماتت، فهما قرروا يجيبوا لك تذكرتين عمرة والدكتورة التخدير عملت اللي عليها. بقول له يعني انا كلمته بقول له يعني لو مقابل انها ماتت يبقى تذكرتين عمرة. خلاص انا هو كل دكتور يموت مريض ويطلعه عمرة يدعي بقى للمغفرة للميت، صح؟ حلو والله، الموضة دي لطيفة جدا. يعني النيابة ودكتور الصحة. النيابة انت دكتور الصحة فين؟ احنا عايزين دكتور الصحة. هو حضرتك احنا اتصلنا بيه وقال حاضر انا جاي على طول فورا، والله مشكورا وكتر الف خيره ان هو واقف. انا مبسوطة منه ان هو انت بتقول يعني زعق للدكتور، يعني راجل محترم. اول حضرتك ما دخل، ودي طبعا هم راحوا يطلعوا تسريح الدفن، وكنا استعوضنا ربنا خلاص. فراحوا يطلعوا تسريح الدفن بيقول لهم في ورقه كده عطيها اعطيهالنا تقرير اهو حضرتك ان اثناء عمليه اللوز جالها جلطه في الرئه ومضى عليها. وجينا جي اول الدكتور الصحه ما شافها عشان يطلع التسريح، قال له لا، قال له ازاي ديك طفله جلطه في الرئه عشان تعمل لوز؟ راح جه حضرتك ماشي، هو اختلط عليه الامر بين البواسير وال ماضي باسم دكتور تاني ليه؟ ايه؟ ايه ماضي باسم دكتور؟ مين وائل صلاح؟ ما بعد كده بيقول الدكتور وائل صلاح ده دكتور انف واذن وحنجره. ماشي؟ اتاري الدكتور دوك طلع سمسار. يعني ايه؟ طلع سمسار. يقول لا طلع بيقول انا مش انا اللي عملت العمليه، ده اللي عمل العمليه دكتور وائل صلاح. يعني انت بتروح تكشف عند واحد على ان هو اللي هيعمل العمليه ويجيب لصاحبه شغل؟ وطالع انت بتقولي من اوضه العمليات بتقولي انا عملت العمليه ونجحت. يعني هو هيبقى قوي الكلام. يعني انت رحتي للدكتور فهو مش اختصاصه، فبدل ما يضيع السبوبه والزبون، انا مش اختصاصي، انا بقولك بدل ما يضيع الزبون جاب واحد صاحبه هو ده اللي هيعمل العمليه وده اللي هيعمل كل حاجه. انت حضرتك ما رحتش للدكتور وائل صلاح ده؟ معرفوش. تعرفيه خالص نهائي؟ احنا ما نعرفوش الا ساعه ما طلع حاول بقى يمشي العمليات اللي هم اتعملوا الاثنين، بقول له دكتور دلوقتي ملك راح لسه قدامها شويه كده وراح ماشي. شبه ملك قوي. راح لي قدامها شويه وراح ماشي. فجيت رحت قلت له ازاي انت بتقول لي البنت هتطلع الساعه 9؟ اقول لك ازاي الساعه 9؟ 9 والوقت ما ينفعش، يلا هننزل. فما كملناش، يا دوبك الناس اللي كانوا فوق مشوا العمليات اللي كانوا عاملين العمليات، ولقينا ممرضه طالعه بتقول لو سمحت عايزين والد ملك او بابا. نزلنا كلنا جري
انا وباباها وخالتها وعمها وواحده جارتنا. انت عندك كم بنت؟ عندي هما بنتين، كانت ملك وجنى وعبد عبد الخال. صغيره هي كبيره؟ هي اول واحده الله. فجيت المهم راح نزلنا تحت، بصيت لقيته هو طالع لي، طالع لي من قطر العمليه، فبيقول انا عملت العمليه ونجحت. فقول له عمليه البيت اهم حاجه. راح قال لي البيت اصل عشان سمينة شويه مش عايزه تفوق ومش مستجابه للإفاء. طبعا انا شتمته، مش هقول لك ما شتمتوش، شتمته. دخل يجري قدام، دخلت وراه انا وباباها وعمها، دخلنا جري. راح دخل على الاوضه، اقول لي لا استنى نعقمني. استنيت شويه ما حدش راضي يعقمني ولا حد راضي يدخلني. دخلنا جري على اوضه العمليات، هو داخل في اوضه العمليات وفوق دماغه. فانا بصيت على الاجهزه كلها، لقيت الاجهزه شفتوش وائل؟ لا 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 ده ما شفناهوش الا فوق بيدي الروشتات للي خلاص خلصوا العمليات وطالعين، ولا نعرف اللي وائل هيعمل ولا اي حد. احنا مش عارفش الا هو الدكتور الدكتور ممدوح بس. احكي لي انت بقى، انا عايزه اعرف الدكتور ده، هنعرف حكايته. انت ساعه ما دخلتي اوضه العمليات ولقيتيها ميته كده؟ انا ساعه ما دخلت انا الاول بصيت في الاجهزه، الاول بصيت في الاجهزه لقيت هو بيقول لي في غيبوبه، بصيت في الاجهزه لقيت الاجهزه بتاع القلب وجهاز تاني محطوط الله اعلم ده بتاع ايه، لقيته ما فيش. لفيت من جنبها لقيت في خرطوم محطوط في مناخيرها بتاع اكسجين متهيألي، وفي ايه النفس ده، اخر نفس كان يدوبك كده وحياه حر. انت على بنتي هو كان كده يعني يعني كانت عايشه؟ لا ما شفايفها زرقاء وهي قدامي عينيها نص قافله كده، ما فيش نفس ولا في اي حاجه، بس كان اخر حاجه فيه كده. فانا رحت اول ما شفت كده فبقول له انت موتها، موتها يا ابن الكلب. راح ماسك الخرطوم راح شده من مراخيرها وراح رميه في الارض. مسكت انا الاجهزه اللي جوه، عمل كده عمل كده، مسكت الاجهزه اللي جوه قعدت ارمي فيها. راح قال لهم حشوه حشوه طلعوا بره. طبعا انا صدري كان تعبني وكان في خراج وعمليه والكلام ده كله، راحوا شدني الممرضين وراحوا مخرجيني على بره، طلعوني بره. وهو طبعا باباها جوه بيحاول اللي هو يسعفها او يعمل لها اي حاجه، وانا بره خرجوني بره ومش عايزين يدخلوني. بعد كده راحوا مطلعينها رموها في اوضه بره من غير غطا ولا اي حاجه، وشلها الاسوره اللي كانت محطوطه عليها اسمه واسمها باسم الدكتور هو ممدوح مخضرم يعني. شال الاسوره، حتى انا بعد ما مسحش البصمات معرفش، بعد ما فقت شويه انا بقول لهم طب شوفوا البتاع اللي في ايديها، دخلوا بصوا قالوا مفيش حاجه في ايديها، هو شالها. طلعت بره، طلعوني بره، راح جاي واقف قصادي. انا بقول له انا مش شامه منك، انا من امبارح من ساعه ما شفتك وانا مش شامه منك وحاسه ان انت عامل زي عزرائيل، انت اللي موتها. ومسكت فيه، راحوا برده راحوا ماسكين الممرضين وبهدلوني وراحوا مطلعينه في الاسانسير. طلع قعد فوق ويتفرج علينا ويتفرج على المشهد كله، في كاميرات شغاله وهو قاعد فوق، انا معرفش اللي هو فوق. اما جم قالوا لي اللي هو طلع فوق، طلعت وطبعا ما فيش بطانيه ولا حاجه رمينا على البنت. فين حطيناها؟ فين حطوها؟ في اوضه كده، طلعوها من اوضه العمليات وقفلوها بالقفل. هي ميته؟ وراحوا حاطينها بره في اوضه. جم بيقولوا عايزين بطانيه، انا طالعه فوق على الجناح طبعا اللي هم ايه اللي هم كانوا هيطلعوها المفروض فيه. راحوا قفلوا كله، والممرضين لبسوا كلهم اسود وقعدوا على السلم. ايه ما هم خافوا بقى صحافه تيجي او حد يصور او حد يضربهم، كلهم لبسوا اسود وقعدوا. فانا بقى مش ممرضات يعني؟ ايه مش ممرضات يعني؟ فانا طلعت ورحت قايله لهم، قلت حاسبين عليهم كلهم، قلت لهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، لو واحده فيكم بنتها اتعمل فيها كده، عشان انت لو شفتيها انت ولا هي ولا هي اللي بنتي كده، وجيتي مثلا بلغتي البنت تعبانه او فيها حاجه وكنا لحقناها. انا اول مره في حياتي اشوف اوضه عمليات ما فيش رعايه جنبيها اللي يلحقوا المريض لو حصل له حاجه. انا واخد على نفسي الولد بيمشي، فانا ما اعرفش، انا ما اعرفش هو ازاي يعني. طب قولي لي انت دلوقتي يعني عايزه حق بنتي. انت رحتي دفنتيها؟ انت رحتي انت انا حته هي حته من قلبي. اما قالوا لي هتتشرح قلت لهم ابدا. انت وقفتي على غسله؟ وقفت على غسله، ربنا صبرني زي ما هو مصبرني كده وانا قاعده معاكي. انا امبارح وحضرتك بتكلميني انا بقيت منهاره ومش قادره اتكلم ولا عارفه، يمكن حضرتك سمعت صوتي في التليفون. لكن الوقت زي ما انا ربنا سمح دي غسل بنته، دي حاجه حاجه صعبه. وقفت معاها لحد انا كبيره قوي بصراحه.
معاه لحد اخر. لا يعني انا مستغربه ان ربنا بيحط الصبر في قلب الام لدرجه ان يعينها ان هي تغسل بنتها. صدقني ما اقدر اقف. اه يعني تغسل كفن بنتك. هي قبل ما تدخل يا حبيبتي بصت كده واحنا رايحين عند الدكتور وقالت لي يا ماما بصي فساتين الفرح دي. يا ماما وقفت قدام اتيليه بصي فساتين الفرح دي يا ماما. قلت لها حاضر يا حبيبتي ان شاء الله هبقى اجيب لك فستان فرح زي ده. هتجيبي لي يا ماما؟ قلت لها اه يا حبيبتي حاضر. وساعة ما جم الكفن عمامها قال وخلانها قلت لهم محدش هيجيبه الا انا اجيبه لبنتي. انا هجيب لها فستان فرحا وانا اللي طلعت وانا اللي نقيته لها بنفسي. اعتبرتي ان الكفن فستان فرح يعني؟ اعمل ايه؟ هي إيه نقيته بنفسي يعني. انا عايز حقها من الدكاترة دي. مش عايز اي حاجة خالص. اللي حقها الدكتور جاي يقول لها طلعك عمره. طب ما انا قتل له عيل من عياله وطلعه عمره. واللي هو يقول ده بنت ناس غلابة وما معهمش. لا احنا الحمد لله لو غلبان وما معهاش كنت رحت عملتها لها في التأمين الصحي. لكن انا قلت لا اعملها لها هنا حاجة كويسة. وهي لولا تعبانة منها انا ما كنتش عملتها لها اساسا هنا. ولا كنت عملت اساسا عملية لوز خالص. بس انا قلت لا هتتعب مني. وهي الكبيره بتاعتي انا ما كنت تعبانه. هي اللي كانت بتشيلني وكانت بتعمل لي كل حاجه. احنا لو رحنا المستشفى دلوقتي هيدخلونا؟ مش عارف والله يا... مش عارف هيرضوا ان هم يدخلوا حضرتك ولا لا. وفي الدوسي بتاعها موجود هناك اللي هي قبل ما تخش العمليه موجود هناك. يعني دلوقتي دي مستشفى يعني. عايز اقول لك ان حالتك دي بتحصل كل يوم. انت كل يوم على اشكال مختلفه. بيقول لي بقول له ناجل العمليه علشان امها تعبانه. قال لي لا ما ينفعش تتاجل. احنا بنلم 5 حالات ماشي وبنأجر الجهاز اللي بيعمل العمليه جهاز الليزر او المنظار اللي بيعمل العمليه ماشي. وبنروح هناك بنأجر اوضه العمليات وبتاع. جملة انا اول مرة اشوف خمس روس مع بعض. 5 حالات 6 حالات وبنروح نعمل لهم العملية. 5 روس مع بعض عشان يأجروا كمان الجهاز اللي بيعمل العملية. وان هو يعني السمسرة نعرفها ان هي في العقارات في البيوت في اي حاجة في الاراضي. لكن السمسرة في ارواح البني ادمين. سمسرة اخد سمسرة في ارواح الطفلة وبني ادمة. انت لما رجعتي سالتك على ملك؟ لا هي خايفه من ساعتها. ملك فين؟ تقول لي ملك راحت عند الدكتور خد عطاها حقنه. تسال على اخوها من ساعه ما حصل الموضوع ده وكو عندي بيت عمه بيودوه. انا جيت اوديه المدرسه ما قدرتش. انا طلعت اكيد شافتكم بتصوتوا. كانت معانا لان هي كان اخر لعبها مع ملك وكانت اخر حاجه معاها. الوقت تيجي كلمات تقول لك ملك راحت عند الدكتور. ملك فين؟ خد قلبك. ملك فين؟ كلمها. ملك فين؟ ملك ملك راحت فين؟ فين؟ راحت فين ملك؟ هل طنط ملك دخلت عند مين؟ دخلت الدكتور. دخلت عند الدكتور. احنا هنروح المستشفى وهنروح الدكتور وبعدين هنروح لوزير الصحة. قال انا اشهد بكل حاجة الممرضين بس عايزين الدكتور بتاع الصحة. التقرير بتاع ساكسونيا اللي هو كتبه على الطوارئ ما فيش من المستشفى ولا اي حاجة على اساس يخلص الحوار بعيد عني. يعني الحوار بعيد عني ومضى باسم دكتور وائل صلاح. يعني كتب التقرير برضو وائل صلاح. وانتوا ما تعرفوش مين وائل صلاح ده؟ وائل صلاح ده عيادته هنا على زغلول. لا يعني مش اللي انتوا متعاملين معاه يعني. احنا متعاملين معاه. وبعدين حضرتك بعت له ناس يقول له انا اخويا وكيل نيابه اخويا مستشار واعمل اتعمل. مين اخو مين فيهم؟ اخو الدكتور ممدوح. اخو الدكتور ممدوح مستشار؟ والله احنا عايزين حضرتك انت تجيبينا حقنا وربنا. ما انتوا حقكم ضيعتوه بعدم التشريح. اه في التقرير حضرتك ده التقرير بتاع دكتور الصحه. يوجد اهمال طبي بالمستشفى. ده مديريه الصحه بالجيزه هي اللي بتقول كده. المستشفى كانت بعت معانا واحد من الدكتور عشان يخلص العمليه
والعمليه خلاص البيت اتدفن ومفيش حاجه. جه دكتور الصحه تروح تبر دي. انا بقى عايزه اقابل دكتور الصحه ده حقيقي بصراحه. انا عايزه احيي هذا البطل اللي كان ممكن يتعاون معهم ويلفق الحكايه زي ما بيحصل يعني. هو طلع هزقهم فوق. انتوا دكاتره ازاي؟ انا اعمل محضر. اقول له اعمل محضر مفيش مشكله. نروح نزلت يا عم عبدالله. انا بصحي لك يا عم عبدالله. صورني اتفق. انا ما اعرفش اللي هي دي اخر صوره ليه. قالت لك صورني؟ والله الصور موجوده معايا على التليفون بنفس اللبس اللي هي ماتت بيه قبل ما تروح تعمل عمليه ب 10 دقايق. بنفس اللبس. قطع لها لبس ليه؟ ما اعرفش. انا هجيبه لحضرتك دلوقتي ورهولي اللبس القطع بتاعها اللي كانت لابسه في اوضه العمليه. بتقول بعد الـ بعد الـ بعد ما هي بعد ما توفت بتقول حطوها في اوضه بتاعت ايه؟ في اوضه الممرضات بتغير فيها. مش اوضه يعني اوضه فيها دولاب فيها حمام ودولاب بيغيروا فيه الممرضين اللبس بتاعهم. يعني يجي وقت العمل او يغيروا ميعاد الشغل بيغيروا فيه هم يرموها في الحته. مقطعينه ليه؟ ليه متقطع ليه؟ هو احنا بعد ما طلعت انا ما شفتوش الا في المشرح. هي دخلت قلت لها مايب بلبسها؟ لابسه لبسها؟ لابسه لبسها كله والمنطلون الجينز ولابسه كله. لا مش انت قلت لي لبست الروب؟ هو لبست بس الروب دوت فوقيه من فوق اللبس؟ قال عشان بس ريحه البنج. عشان ايه؟ ريحه البنج ما تجيش في اللبس. وهو لبسها كله مطبخ كده من عندي. ما شفناهوش كمان الا يوم الوصل بتاعها لما جت تفتحها. بيحاول ينقذها فقط. الله اعلم بقى هم قالوها لبسها كده. بيحاول يعمل لها مدخلها باللبس اوضه العمليات. طب ممكن اخد ده وارجعهولك؟ ارجعهولك النهارده. في مقدمة المرضى. كانت من المرضى للدكتور.
لما التنبيض بيبقى في الولايات ده ادي دور الأولويات. المستشفى فيها عناية مركزة؟ رعاية مركزة اللي هي بعد الجراحة. في عناية مركزة؟ في اللي هي الإفاقة. الإفاقة مفيش عناية مركزة. طب وبتعملوا جراحات ازاي مفيش عناية مركزة؟ خدمة ممتازة للدكاترة. أي دكتور بيجي أكتر قولي. بيجي أكتر. وبتعرف مين اللي بيعمل العملية؟ طبعا لازم يبقى عندنا الأوراق بتاعته. ترخيص من دولة المنحة، الشهادة بتاعته، شهادة التخرج. زي مالك دي ولازم يبقى أخصائي حضرتك. بس مالك دي اتفقت مع دكتور جراحة عامة طلع إن دكتور تاني خالص بيعمل عملية. دكتور الجراحة العامة بيتفق بيبعتها يعني من قريبهم. ما بعتهاش هو ليه؟ من قريبهم. لا 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 مفيش قرابة. واخد فلوس حق العملية. نعم واخد فلوس حق العملية. مفيش قرابة يعني في صلة قرابة. لا لا مفيش يا فندم أنا خالها. مفيش صلة قرابة. صلة قرابة منين؟ السلام عليكم. اتفضل يا حضرتك. يعني حضرتك عارف إن هو الدكتور المشروع اللي هيعمل هو أنا أقول لحضرتك عايز أرجع مش فاهم. لا الدكتور ده الفني هو اللي هيعمل. حضرتك دي دكتور من دول الاستخدام قدامه ومر عليها وقت صلاح. ايوه وقت صلاح. هو بيقول لك ده لا لا ما هو مش صلاح قدامه. والله قدامنا. انا ما فيش صلاح طلب انا بقول لك انا حد بجد. ايوه بس انا ما اعرفوش. ده البرنامج بتاع صباح الخير الاستاذه ريان موجوده. موجوده ان شاء الله. لا 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 طب هو لا لا حضرتك لا هو عمل عملية. ما هو ما عملش العملية. لا 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 استشاري لا حلو هم راحوا لا 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 دي صديق ليه اللي هو الدكتور وائل صلاح. ما ده يعني ايه صديق؟ هما ما يعرفوش. هو ده؟ ما يعرفوش هو كان في اوضه العمليات حضرتك. هو كان في اوضه العمليات. اوضه العمليات بس مين عمل العمليه؟ ليه في اوضه العمليات ليه؟ ما يعمل ايه؟ يعتبر هو اللي جاي في الحاله. هو اللي جاي في الحاله فيقف في اوضه العمليات؟ هي وزير الصحه عارف ان في دكتور يجيب دكتور غير العيان متفق معاه. من دماغه كده من غير ما يقول للمريض ويدخل معاه اوضه العمليات. المفروض يكون اخبارهم بالذات. لا لا المفروض عندي ايه؟ وبعدين اللي كانت انا معايا منشوره بالبتاعه يا دكتور مكتوب عليها اسم دكتور مين؟ ممدوح حسن دكتور ممدوح بتاع دي المستشفى هي اللي مكتباها. هي بنعتبر الحالة بتعتبر الحالة تبع الدكتور ممدوح. دكتور ممدوح بس مين اللي بيعملها؟ انفار دكتور ممدوح انفار جاي للمستشفى حالي. والله ده انت بتعتبروها انا ماليش دعوة. لا انت حضرتك انا كمستشفى حضرتك انا مع دكتور ممدوح. انا كمستشفى بخدم المرضى والاطباء الموجودين. لا بخدمهم ازاي؟ اللي جاي لحضرتك الحالة لابد ان اللي بيعمل الحالة عندي لابد ان هو يكون اخصائي الحالة اللي جاي في حالة دكتور ممدوح. ازاي تدخل يعني انت مدخل حالة على اسم دكتور وهو مش اخصائي؟ ما حضرتك ما هو في اخصائي موجود هو اللي بيعمل. ايوه بس انت كاتب اسم دكتور ممدوح على المريضة. ايوه بحيث ان هو يبقى هو اللي جايبها زي ما بنقول بهيمة. دي حاجة اسمها كده؟ انا شايف ان ده صح؟ لا بعدين اخدتها من الدكتور وائل بس هو دخل على ان هي قريبها. لا هي مش قرابة. وبعدين في اخت طب هو بيتكتب على على المريضة اسم القريب؟ يعني جيت تبع لا 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 جيت تبع دكتور قريب؟ لا 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 يا
يا استاذ ريان. انا جيت كذا على دكتور قريبي، تكتبوا اسم قريبي على لا ما ده جاي من حاله مين؟ فلان. ما لازم يبقى الكل موجود، الكل موجود اللي بيعالج الحاله، لازم الكل يبقى موجود عندي. لا اللي مكتوب على هنا ده اللي جايب الحاله ولا اللي بيعالج الحاله؟ اللي بيعالج الحاله. حضرتك كاتب ايه؟ اللي جاي الحاله وجاي الدكتور ومأجر الاوضه العمليه. وطبعا وطبعا الدكتور يعني هو ما عندهمش اوضه. ده لوكر وحمام. لا لوكر وحمام اللي بيغيروا الهدوم. اه ممرضين لوكر دولاب وحمام. ولو حضرتك شفت ومرميه مش متغطيه ببطانيه. لو هم جابوا طبعوا الفيديو بتاع العمليات دلوقتي وهتشوفوا تجهيز العمليات. هل الدكتور هتعلم ان في دكتور بتعمل جراحات بتخدير كلي من غير عنايه مركزه؟ حضرتك دايما دايما التفتيش دوري علينا، بيشوف الاجهزه وبيشوف كل حاجه. بس ازاي حضرتك هو مكتوب فيه ايه بقى؟ مكتوب فيه التحليل بتاعتها والتطبيق بتاعتها. هو مين كاتبه؟ ليه ده؟ ده ملف في المستشفى، ملف ثالث ولا حاجة. ده ملف حقوق. ده حساب سؤال. حضرتك لما جينا بتاع ما كنا بنتكلم معاك انت قلت لنا قدر الله ما شاء فعل وخلاص، صح الكلام ده؟ وكتبته تقرير ايه؟ اللي احنا قلتنا وخلاص. صح ولا لا؟ لولا بيجي دكتور الصحة اكتشف يعني الخطا الطبي اللي انت قلته عليه. لا بس هو هم هم اخترعوا. انا في سؤال ما نبلغش الحكومه وخلاص. في سؤال اقوله لحضرتك. مش عملت معانا كده وانت التحليل قلت لك هجيب لك حق بنتك وقلت لك طبعا انا معاك من عملت كده ولا عملتش؟ انا عملت كده؟ لا ما عملتش كده؟ ما قلتلاش كده؟ انت انا قلت لحضرتك دكتور الساحه من الالف الى الياء. دكتور الساحه دي قال الدكاتره قال ان في اهمال. قال ان في اهمال. طيب ايمال في ايه؟ قعدتوا معانا موظف ما قلنا له ايمال في ايه؟ ما اعرفش. ما قلناش لا قال لك شوفها جنايه. الله يرحمك. انا رايح اللي لازم التشريخ واللي يبين. لا قال لك انا رايح الاسم. مش قلنا حضرتك دي حاجات فنيه. دي حاجات فنيه انا ما طب حضرتك لا افهم. ما طلعتوش معانا موظف عشان يخلص عشان يخلص الاجراءات بره. ورحنا مستشفى السطر. يعني لولا يعني ربنا عاوز كده ملناش حاجه دكاتره هناك عشان يخلص الموضوع. صح؟ استاذ ريان احنا قلنا له لولا دكتور الصحه الثاني بتاع الباب. انتوا معاكم طريقين. الطريق الاولاني اللي تسلكوه اللي هو موضوع التشريح وتشوفوا صح الكلام ده. والطريق الثاني انتوا هتدفنوها وبعد كده ايه تشوفوا الاطباء. احنا كمستشفى لم نختار ليكم الطريق. يا استاذ الفاضل انت كنت باعت معانا واحد من المستشفى هنا على اساس يا ربنا خلص كل الموضوع. انتوا اللي عايزين كده. خلق بيت ربنا يقدر وما تنامش اللي هو بتاع الشيخ هو كان تبعك. هو كان صح ان هو انتوا ما شرحتوش فمحدش هيعرف يسوي احنا قلنا لكم الكلام ده. طب الورقه دي مش انتوا كاتبينها؟ اللي هي اللي في وزاره الصحه. مين كاتب التقرير ده؟ دكتور مين؟ دكتور علاء. طب هو دلوقتي مش هو اللي عامل العمليه. يعني كان موجود او كان موجود او هو اللي موجود عشان هو بينكر دلوقتي استاذ هناك. هو ما عملش عمليه ولا شاف الفيديو. هو اللي جمع الفيديو. هو اللي جمع للدكتور ممدوح. الدكتور ممدوح هو اللي جابها وقال واحنا معاك من النهايه. وقال ومكتوب على الملف. هو حضرتك الصحفية اتصلت بيه قال انا روحت المستشفى ولا شفت البنت ولا اعرف حاجة عن البنت. كان في بطل في هذه القصة من وجهة نظري المتواضعة هو بطل. لان لما اقول الفساد في كل حته ولما اقول الرشوه منتشره ولما اقول ان الاجهزه الحكوميه ما زال فيها عناصر فاسده مع ان القيادات والوزراء بتتغير لازم لما يكون في حد عمل كويس وقال شهاده حق هي شغله وواجبه مش مفروض يكرم عليه لكن في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها دي لازم يكرم عليه ولازم يتقال له برافو ولازم يتقال له انت راجل. انا جايه اقول بقى مفتش الصحة أو موظف مكتب الصحة أو هنعرف هنسميه إيه دلوقتي اللي راح وشاف وقال ده إهمال طبي وانتوا
تعرفوش ربنا، وانتوا هو كان ممكن يمشي الطبخة معاهم. وراح القسم وحول الموضوع جنائي، لازم اجي اقول له انت راجل محترم. وبدل مكتب الصحة ماشي صح، يبقى وزارة الصحة ماشية صح. وعشان كده هنتصل بوزارة الصحة ونقول لها اقفلي المخروبة اللي اسمها الجمعية الخيرية اللي ما ينفعش يتحط عليها إسلامية خالص. بنشوه الإسلام بشتى الطرق. موظفينها قاعدين فاتحين الجزيرة، ها؟ عارفين يعني إيه؟ مكتب الصحة نظيف، هم والله العظيم ما عارفين إن إحنا جايين. نظيف ومنظم. ما خافش، ما قالش لا ما تجوش عشان المكتب مش نظيف ولا فلة. اولا انا جاي احييك جدا، يعني من قبل ما اشوفك خالص صممت ان انا اجي اصور معاك عشان حسيت ان في بطل للقصه دي. القصه دي كانت ممكن تطبخ وتعدي من غير ما انت تحولها جنائي وتروح الاسم وكده. احكي لي من يوم ما اختاروك او من ساعه ما اختاروك لغايه ما روحت ايه اللي حصل. تمام. انا اولا انا ماسك المكتب مسائي، تمام. فجت لي الحاله، والد الطفل والقرايب الطفله يبلغوا عن حاله وفاه عشان عايزين تصريح دفن. فاخدت التقرير اللي هو طالع من المستشفى اللي هي الجمعيه. تقرير عبيط بتاع الجلطه في مش عارفه. تمام. فطبعا ما اقتنعتش بالتقرير. واحده تعمل لوز يجي لها جلطه في الرئه. تمام. فعملت الاجراءات الرسميه بتاعتي ونزلت اناظر الجثه. فروحت المستشفى وشفت الجثه، حتى صورتها على الموبايل بتاعي موجوده. واتضح ان اصلا الطفله ما فاقتش من البنج اصلا. تمام. يعني توفت في غرفه العمليات. مش بعد 24 ساعه هنقول كومبليكيشن او مضاعفات من العمليه. لا، هي توفت في غرفه العمليات. انا قصدك ان الجلطه دي تيجي بعد يعني العمليه. دي مضاعفات للعمليه. مضاعفات للعمليه وعمليه لوز بسيطه. ما فيش يعني. حاجه. تمام. وطفله 10 سنين يعني. فبعد كده جيت مبلغ النيابه والشرطه وخدت الاهليه وطلعت على اسم شرطه الطلبيه. دخلت لقيت الجثه، لقيت ان اوضه العمليات وكده دي لائقه. انا ما دخلتش اوضه العمليات. دخلوها اوضه ايه بقى؟ اوضه غرفه افاقه. تمام. لانها محطوطه على الشيزلونج كده في اوضه لوحدها. تمام. ما دخلتش اوضه العمليات لان طبعا خدت وقت فنقلوها بره اوضه العمليات. واوضه الافاقه دي كان اوضه افاقه فيها اكسجين وفيها لا ممرضه قاعده وفيها كده. بقول لحضرتك يعني شيزلونج و مرميه في اوضه. انا الصوره موجوده. حضرتك انت كتبت التقرير ده صح؟ اقرا لنا كده، اقرا لنا كتبت ايه؟ بناء على خطاب مركز الشرطه شرطه الطلبيه اليوم الاربعاء 4/3 والخاص بتكليف النيابه العامه السيد الدكتور احمد حسان اللي هو انا، تبقي الكشف الطبي الظاهر على جثه المتوفاه ملك سيد عبد الخالق بكر. فكتبت التقرير بتاعي. تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات ويوجد اثار دماء من الانف. وقد توفيت في غرفة العمليات بعد إجراء عملية استئصال باللغم في مستشفى الجمعية الإسلامية بالطلبية، وهذا مما يدل على أنه عمل طب بالمستشفى. أنا بحييك جدا وبقى أقول لك متشكرة عليا. لأنك واجب. لأن هو أنا لسه كنت بقول تحت هو واجب ولا شكر على واجب، لكن للأسف الواجب لما يتعامل صح الأيام دي لازم نحييه، لان مفيش حد بيعمل الواجب. لا لا الحمد لله. يعني انا بشكرك وبشكر وزاره الصحه ان هي حاطه موظفين شايفين شغلهم فعلا. واحنا انا هطلب منهم ان هم يشرحوا الجثه مره ثانيه. يطلعوا الجثه ويشرحوها. دي اجراءاتهم بقى. ان شاء الله. دي الدور اللي عليا بالظبط. انا بشكر حضرتك جدا. ميرسي. دلوقتي في الجزء اللي فات كان معانا اب وام متاثرين جدا. كان معانا مكتب الصحه اللي اقر فيه الموظف انه هناك اهمال طبي. كان معانا المدير الاداري للمستشفى
اللي قال ان اللي كان مكتوب هنا كان الدكتور ممدوح، كانت هي تبع الدكتور ممدوح، مع ان مش الدكتور ممدوح اللي بيعالجها. اتكتب انهم ما يعرفش حاجة عن التقرير اللي طلع. قال ان الدكتور ممدوح بيجيب له ناس كتير جدا، قال ان ما فيش عناية مركزة، قال حاجات كتير قوي ما تبسطش. وتاني هقول لا يوجد اي مسؤولية جنائية على اي حد من الاطباء لغاية ما النيابة تقول كلمتها، ولكن هناك اهمال طبي. ايوه هناك اهمال طبي، مش انا اللي بقول، مكتب الصحة هو اللي بيقول، او وزارة الصحة هي اللي بتقول، مش انا اللي بقول. بالنسبة بقى للجزء اللي جاي ده، عشان الجزء اللي جاي ده مهم جدا، احنا رحنا للدكاترة عشان نعمل معاهم لقاءات، وكان نيتنا حق الرد. ان امبارح مثلا احنا ما قلناش عليهم حاجة وحشة، يعني مع ان احنا مهنيا لينا حق ان احنا نتهمهم باسمهم بالكامل في حالة وجود محضر رسمي. تاني من حقنا نقول اسمهم بالكامل في حالة ان يوجد محضر رسمي، ولكن احنا ما عملناش كده. احنا الراجل بيتكلم، فقلنا له مين الدكتور. لما قال لنا مين الدكتور اتجهنا للدكتور فورا، ما عدناش بقى نقول ده عمل وده سوى والمجرم ومسكوه، ما عملناش كده. رحنا عشان حق الرد والمهنية تحتم علينا ان احنا ناخد الطرف التاني. الطرف التاني كان ايه رد فعله؟ دكتور ممدوح حقيقة كان مؤدب جدا، وظهر شخص ما عرفش قريبه واخوه. اولا اول ما دخلنا هجم علينا ناس ما عرفش كانوا داخلين يعملوا ايه، ودكتور تاني قدامه كده اخوه او مش عارفه ايه، فضل يقولي انت بتمثلي، انت قاعده بتمثلي، انت بتمثلي. هو في حاجه كده عند الناس لما يتضايقوا من نجاح البرنامج، او لما يبقوا حاسين ان في حد بيدور على الحقيقه بجد، او لما يزنق حد يقول لك يا عم انت بتمثل، يا عم انت بتصدق. اللي بيمثل ما ينزلش الطلبيه لوحده، يروح مكان مجهول، يروح لدكتور متقال اسمه امبارح ومش عارف هيتقابل ازاي، ولما يدخل عليه كم البشر اللي دخل عليا ده يخاف يقفل الكاميرا ويجري عشان هو بيمثل. لكن المصمم على الحق بيقف للاخر. وبعدين ايه الكلمه الهبله بتاعت بتمثل دي؟ امثل عشان ايه؟ عشان ايه؟ على فكره في ناس بتعمل برامج رقص ومبسوطه جدا، وفي ناس بتعمل برامج مطربين ومبسوطه جدا. يعني انا دلوقتي ممكن على فكره اسيبني من كل ده خالص واروح ابقى في لجنه التحكيم بتاعت اي برنامج مواهب، هاخد فلوس اكتر بكتير، وهبقى كل يوم بتمكيج وبلبس حلو قوي واروح اتفرج على حاجات حلوه جدا تسليني واروح. مش اي حاجه تجبرني ابدا ان انا اعمل النوعيات دي خالص، او اسيب الاذاعه خالص ومثل. طب انا يعني بس فعلا احنا فينا حاجه كده لما الواحد يبقى حاسس انه غلطان يروح قايل لك اي حاجه كده. وبعدين ثانيه واحده، الراجل فضل يقول لي انت بتمثلي انت بتمثلي انت بتمثلي، بعدين قايل لي غوري في 60 داهيه، ده الدكتور. بقول له طب انا رايحه لوزير الصحه عشان اقول له على اللي بيحصل ده، قال لي غوري في 60 داهيه. يا سياده وزير الصحه انا بقول رايحه لوزير الصحه، قال لي غوري في 60 داهيه، غوري غوري يلا بقى، ده الدكتور اللي بيقول لي انا كده. وانا عايزه اسال سؤال، هي ملك ماتت ولا ما ماتتش؟ ملك بنت عندها 10 سنين، لو جبنا اكبر ممثله في العالم
من احسن ممثلات مصر غادة عبد الرازق مثلا. لو يا غادة شفتي بنت عندها 10 سنين دخلت اوضة عمليات بلبسها ولبسها اتقطع وجيب لنا صورتها كده وهي ميتة والدم نازل من مناخيرها مطرح ما شدوا الخرطوم، شفايفها زرقاء كده، وهي كانت الصورة بقى اللي قبل كده قبل ما تدخل العملية وهي مبتسمة وفرحانة جدا مش حاسة انها هتفارق الحياة ولا هتموت بعد دقايق. ارجعلي. ويا غادة دخلت عليها كده لقيتيها جثة وابوها كلمك في التليفون وقال كده لو عيطتي تيجي بتمثلي، لو عيطت غادة عبد الرازق هتبقى بتمثل ولا غادة ام عندها روتانا وعندها احفاد وفي الاخر هي بني ادمه. في الاخر كلنا مهما نكون بنشتغل احنا بني ادمين. مين كافر مش هقول لكم بقى ولا ممثل مش يرضى يبقى شايف ده ومبسوط. عايزه نروح لفاصل ونشوف الدكاتره اللي معانا اللي كان ليهم حق الرد وليهم كل التقدير والاحترام لغايه ما تظهر الحقيقه. نشوف مع بعض. دكتور ممدوح اللي شال من عليها اليافطة من ساعة ما حصل الموضوع ده عشان محدش يعرف مكانه وحاطط يافطة أخوه. حاطط اليافطة جوه بس. أستاذ الدكتور ممدوح خطاب حاطط اليافطة جوه بس وبره العيادة مش حاطط اليافطة. هو ممكن ما يرضاش يقابلنا. تاخد وقت جوه. ايه اللي حصل يا فندم؟ سلامة الله. ازيك يا سيد؟ عامل ايه اخبارك؟ شد حيلك. ام مالك عامله ايه؟ افتكر عامله ايه؟ ربنا يصبر. انا زيها نفس المشاعر. احنا برضو بني ادمين وبنحس بالناس وعندنا مشاعر وعندنا اولاد. اللي حصل طبعا المسلسل جاب لنا بنته. وانا بس عايزه اسال حضرتك، معترف ان سيد جاب بنته هنا ما وداهاش لدكتور وائل؟ هل سيد كان يعلم ان دكتور وائل هو اللي هيعمل العمليه؟ مش بيعلم. طبعا انا لو انا فتح مستشفى جينا عيان هيعمل عمليه لوز انا بختار له الدكتور المناسب الاخصائي والاستشاري. قلت له؟ لا ما قلتلوش. ليه؟ انا ما قلتش بقى. انا مش هو دي لا مش هو دي الحق ان هو يختار الدكتور؟ ماشي. هو ما هو جاني انا جاني انا بس انا مش جالك انت بس حضرتك ده مش اختصاصك. ما تعمليش صباعك بس. انا بفهمك يعني. لا ما تعمليش صباعك. لا تعمليش صباعك. لا معلش انا بكلم حضرتك بادب. ما بادب طبعا. الصباع ده احنا اصل خدنا منه كتير. معلش معلش. في ناس كتير قبل كده عملت لنا الصباع ده وراحت في حته مش لطيفه. لا ربنا لا احنا ربنا معانا ان شاء الله. لو انا غلطان ربنا عارف كل حاجه اللي يعمل غلط ربنا سبحانه وتعالى عليه. ربنا لو انا غلطان ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني. هو انا بس الخطا قبل ما نتطرق للخطا الطبي ان عيان يجي لحضرتك ويقول لحضرتك انا عايز اعالج بنتي عند حضرتك، ممكن حضرتك تقول له ده مش اختصاصي ده مش اختصاصي حضرتك اتفضل في حته ثانيه. تاخدوا الدكتور غصب عنه. ما هو ما يعرفوش. وما يعرفوش. انا عارفه. انا اعرفه اكتر منه لان انا اختارلوش حضرتك. انا دكتور جراح اعرف مين انف واذن شاطر ومين اخصائي. هل حضرتك فهمته كده؟ ما فهمتوش بقى لان هو جاب لي بنته هيعمل عمليه انا اخدته لاحسن ناس يعمل. هو لو انا قلت له لو انا قلت له أيوة. الدكتور فلان يقول لي اخد يا دكتور ممدوح لان هم ناس مش هم. طب ما تقول ممكن الوقت ما اسعفنيش. ممكن ما اسعفش حضرتك ستي. انا ما دام اختار له راجل كويس وانا واثق فيه بعد ربنا هاخده.
ما انا معاك الدكتور. هي ماتت على فكره. استني يا ستي، انا عارف الدكتور وائل والدكتور هناء خدروا ابني وعملوا له الحمايه، فانا مختار في الجمعيه نفس السرير اللي توفت عليه من غير انتنسف كير. استني يا ستي، استني افهم لك. اللي عمل اوضه العمليات فيها امكانيات اكتر من الانتنسف كير. دخلنا اوضه العمليات فيها اكتر من الانتنسف كير، مفيش حاجه خالص. لا ازاي مفيهاش؟ صورناها. فيها اجهزه، خلاص صورتيها، بس فيها اجهزه رسم قلب، وفيها اجهزه تخدير، وفيها اجهزه بتقيس الاكسجين. هو رسم القلب وقياس الاكسجين ينقذ حد؟ لا، ينقذ فيه ادويه. هو الانتنسف كير ده مش ادويه واكسجين. حضرتك الدكتور وشايف ان البوست اوبريشن، البوست اوبرتيف لو في مضاعفات، بوست اوبرتيف ان عيان رسم القلب ينقذه؟ دلوقتي العيان بنعمل فيه مونيتور شغال، دكتوره التخدير بتراقبه، بتشوفه ماشي ازاي. يعني مصرح ان في المستشفيات يتعمل جراحات كبيره جدا من غير ما يكون في عنايه مركزه؟ مش بقى دي حاجه ترجع للتخصص. يا عم قرايبه ايه؟ ممنوع قرايبه. ايه يا عم؟ ايه بس قرايب مين؟ ايه؟ لا استنى استنى، مش استنى. مهران مهران. قرايب الدكتور ممدوح بس في الدار مفيش. طيب انتوا قرايب الدكتور ممدوح، اهلا بيكم. اتفضل اتفضل. بس لا لا اتفضلوا حضرتك. بس عشان تطمن عليه. ليه؟ هو احنا ايه؟ واحنا بلطجيه؟ احنا استأذننا يا جماعه قبل ما نجيله اصلا. طيب انا ما بتكلمش. لا انا هطلع لهم. ركز معانا خير. خلاص يا عادي عادي. الاستاذة بتصور بس معايا بتعمل حديث. هو احنا بنصور معاه غصب عنه؟ تعالى خلايا يا شيخ. لا تعالى خلايا. اتفضل اتفضل. العناية المركزة بقى دي يبقى حاجة اختصاص المنتج. الصحة بقى. أنا راجل أنا بشتغل فيها عمليات من أول ما بدأت جراحة. إيه اللي حصل في العملية حضرتك؟ بس استني يا بشر، سيب يا بشر. دكتور بشر يا دكتور بشر، الوقت دقيقة. معلش مطلعين الراجل يشهر بيك. معلش تقول اسمك بالكامل. معلش أنت بس أنا ما قلتش أقول لك عشان ما تضايقش. معلش يا عم أنا محمد. إيه البنت ماتت؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ مين اللي بيشهر مين؟ البنت ماتت. البنت ماتت. لا عارفاها حضرتك. قولي ماتت ليه؟ رد عليا قولي ماتت ليه؟ هو الدكتور هيوديك. وعدك قولي مش ماتت ليه؟ ما تتكلميش، أنا متعرف الحقيقة. قولي ماتت ليه؟ ما تفتكريش تقعدي تمثلي. قولي ماتت ليه؟ قولي ماتت ليه؟ رد. خلاص ماشي لو سمحت. قولي ماتت ليه؟ لو سمحت. ما فيش غير تمثيل. قولي ماتت ليه؟ أنت تقعدي تفهمي. أنت تقعدي تفهمي. أنت بصوت الغلابة. دي الناس اللي بتضحكوا عليها يا صاحبي. علينا ولا إيه؟ أنا طالع على وزير الصحة عشان أفهمك بقى مين اللي هيتسجن. غور الدعم. غور الدعم. غور الدعم. سبب الوفاة ايه؟ الوقت انا بيجيني عيان. الناس دي اصلا مش سيبش. اتفضل اسمك يا استاذ. الناس دي اصلا زباين، يعني ايه اعمل؟ انا عامل اساله، هو عامل لوالدته الله يرحمها عمليه ومش عارف، فبيجوني اصلا كاب. تمام. دكتور ممدوح هنعمل عمليه لوز مالك مثلا. تمام. اقول له خلاص حاضر. تمام. اعمل تحليل كذا وكذا وريني اشوف التحاليل. تمام. خلاص بيشوف التحاليل وبكشف على البنت. افرض البنت فيها سخونيه او في التهاب او في حاجه، ادي له علاج او قبلها هو يعترف بكده. تمام. قبلها مثلا باسبوع ولا حاجه، استنى. ده هو كان عايز يعملها يوم الاحد قبل الثلاثة، وبعدين تقول لا استنى يا 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 سليم لسه البنت اسبوع عشان يوم الثلاثة. وانا بختار يوم، انا جراح بختار يوم اكون انا موجود في المستشفى بشتغل فيه العمليات دي. المستشفى اللي هي الاستمرار بشتغل فيها كل حاجه. انا هي ملخصه وما بقى المستشفى بتحمل في عنايه مركزه بس في عنايه. انا ماليش ده. انا ليه قلت عمليات بشتغل فيها؟ تمام. بس ما بقدرش على قد امكانيات المريض بقى بالظبط. تمام. فانا طبعا ايه عملنا شفنا التحاليل وكده وبديها مضاد حيوي قبلها ب 48 ساعه عشان يبقى امبريلا للميكروبات والالتهابات والكلام ده. وبعدين بيجي بقى في المستشفى. تمام. انا ما بدخلش اوضه العمليات في الانف واذن دي على الاطلاق، لان انا مش تخصصي. ولا لما بختار
بختار استشاري انف واذن، ما باخدش واحد تلميذ ولا واحد راجل كبير استاذ. عامل لعمر ابني ده تمام، عامل له الدكتوره هي المبنجه عمر خلاص، وهو وائل ده اللي عمله العمليه تمام. خدت بالك على نفس السرير يعني تمام. انا لما بختار انت بتيجي تقول لي هذا ما عملت له، انا ممكن ما اقولكش ايه ده الدكتور وائل هيعمل والدكتوره هناء اللي هتبنج والدكتور، انا مش عايز ابرجلك، انا كل بفضل الله سبحانه وتعالى، انا بقالي 30 سنه جراح، الامور ماشيه معايا كويس جدا بفضل الله، لان باخد بالاسباب وبعمل كل حاجه ترضي ربنا مع المريض. انا مش عشان مثلا 100 جنيه اخدها من عين، ده 1000 جنيه بتتوزع على اربع اطراف مستشفى ودكتور تخدير ودكتور انف واذن، عشان 100 جنيه هضيع عليه مش كوب يعني برضه. اتفضل يا دكتور نجيب، كمان اتفضل انا بقيت حر. ما انا اقول لك انت سمعت كلامي، بس انا بص انا اعصابي متوتره، انا اكتر منهم هم بيشنعوا عليا بشكل، اصل بلدي والناس قرايبي وزمايلي من المنطقه، ف يعني شوف بيكلموا طوب الارض، انا عاثرهم في 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 حزنهم، انما برضه في حاجه حقيقيه فيها قضاء ربنا سبحانه وتعالى، ها ولكل اجل كتاب ربنا سبحانه، انما انا مقصر ما لم اقصر، انا لا بنيت ولا عملت عمليه اولا خلاص. ثانيا انا اللي مشيت معاه بنفس الحاله، التحاليل ونفس العمليه، بس الكلام ده كله بكل اخلاص تمام. احنا بس عشان ضميريا، بس عشان الضمير يبقى بس طبعا. هتيجي بقى سبب الوفاء ايه؟ ما اعرفوش بقى، افهم بقى، هي مادت في التخدير، هي مادت في التخدير، هي مادت في التخدير، هي مادت في التخدير. الدكتوره انا بصلي العصر، انا ما خدتش انا حتى الدكتوره في النيابه قال الدكتور قال الدكتور يعني هي مات بتكلم عشان انا يعني هي فن يا دكتور، يعني هي ماتت في التخدير قبل ما تعمل عمليه؟ لا يا حبيبي ده الدكتور خلص، انا مستني يصلي العصر الاستراحه، انا ما خدتش عليهم، انا كان عندي عمليه نصوص لعيان بشتغلها خلصت عمليه النصوص. دكتور انا عايز بس اوصل في حاجه، في رقم المشكله مشكله التخدير، ما انا لا خلي بالك عشان ما تبقاش، انا برضو انا زميلتي، انا مش عايز اقول لك مشكله تخدير، افهم كلامي، المشكله ان البنت ما فاقتش من البنك. ايه السبب؟ البنك بقى، المشكله ان البنت ما فاقتش من البنك. ايه السبب؟ البنك بقى، المشكله ان البنت ما فاقتش من البنك. ايه السبب؟ البنك بقى. انا بس اديني يا راجل بس مش عايز ترد، لا انا بالعكس انا ده من حقي ان انا ارد، بس انا ادي حضرتك، انا للامانه جيت لك الاول فاكر التقرير، بس انا ما ينفعش اطلع منه في التقرير من غير ما يرجع عشان عايز اتكتب ان البنت اللي حضرتك، لا مش فاكر بس دي بس عشان انا لازم اتاكد من التقرير، فين التقرير بتاع الدكتور معاك؟ لا ده تقرير مبدئي، ده تقرير مبدئي، حضرتك كاتب التقرير ماضي عليه تقول ان جاي غلطه، الغلطه دي حضرتك عارف كمان انها بوست اوفر بتتكلم مع مثل بعد الخناقة وبعد غوري وبعد طلعي برا، إذا كان الدكتور بيقول للمذيع غوري وهي ما غلطتش فيه خالص، أول حاجة سمعتها كانت غوري قبل ما منطلق، أمال بيعمل إيه في العيان؟ لو هي دي اللغه الدارجه عند الدكتور، وانا لو الدكتور واثق من نفسي احنا استاذنا ومقدمين ودخلنا وقلنا ممكن نعمل لقاء لنا تفضله، ما عملناش حاجه غلط يعني، حق رد ليه بدل ما نقول عليه كلام مش كويس، ده المهنيه يعني بتحتم هذا، تهزقنا وخلينا شله بلطجيه واحنا قرايبه وايه وبتاع، بعد ما تهزقنا احنا فضلنا بالظبط تلت ساعه على الهوا، يعني لو طلعت لكم باللبس ده انا اسفه، فضل تلت ساعه على الهوا بالظبط، بس انا صممت قبل ما اطلع هوا افكر اللي قال لي غوري ده، وافكر التاني اللي عمل لي كده، وافكر التالت اللي عمل عمليه لواحده ابوها ما يعرفش ان هو هيعمل لها العمليه، نحن ناسين ملك فين دلوقتي،
الراجل وهو خارج الدكتور بيقولي انت بتمثلي. طب تعالى اقف الوقفه اللي انا واقفاها دلوقتي بالليل وسط المقابر. يبقى عندك الايمان الكامل والقوي انك تيجي تقف الوقفه دي وما تخافش، ومثل زيي. كان لازم اجي افكر كل طبيب وافكر كل اب وكل ام، ملك فين؟ احنا بنتكلم على التلفزيونات وانا هروح احط مكياج دلوقتي والبس واقعد على الكرسي وهو هيروح يقول لك بقى ده انا عملت عمايل في المذيعه، ده انا شتمتها وطردتها وبتاع. ملك فين؟ ملك فين دلوقتي؟ احنا قاعدين بنتكلم ونتخانق، ملك فين؟ الراجل هيطلب تشريح جثه بنته مره تانية، وانا متاكده من العداله، متاكده. من العدالة، لأن كل واحد هيمسك القضية دي لازم يفتكر ملك فين. ورينا يا راضي كده، ورينا كده المنظر عشان الناس لا تكون فاهمة ان احنا مثلا بعيد. احنا هنا اهو، ناس مدفونة هنا اهي. ملك هنا، ملك هنا. تعال انت اخوها، تعال. انت بتقولي ملك هنا فين؟ انت جيت معانا هنا ليه؟ جيت لي معانا هنا؟ ما شفتكش غير دلوقتي. انا جاي مع بابايا. اي جيت مع باباك؟ دي حته ما ينفعش تيجي فيها، صح؟ مش عارفك ان ملك هنا. انت كنت في الدفنه؟ كنت وهي بتدفن موجود هنا؟ انا ما كنتش موجود هنا، بس احنا زرناه 5 مرات 6 كده. 5 مرات 6؟ فانت عارف مكانها فين؟ هنا ولا هنا؟ اسمها مكتوب، اسمها مكتوب، ما انا شايفاه. انت اسمها ايه؟ ملك. انت زعلان من ملك هنا؟ اقول لك ايه اللي حصل. قالوا لي ان هي ماتت وهي بتعمل عمليه اللو. احلف كده ان انا ما اعرفش، احلف ان انا ما قلتلكش تعالى هنا. انا عارفه ان انت هنا. لا انا قلتلك تيجي هنا. لا احلف ان انا ما قلتلكش. ايه انت ما قلتليش؟ قول والله العظيم. والله العظيم هيقولوا جابت الولد وقفته قدام القبر. والله العظيم. انت جاي تشوف ملك معانا؟ ايوه. خفت لما ملك حصل لها كده؟ خفت؟ ايوه. وحشيتك طيب؟ ايوه. طب تقول ايه للناس اللي موتتها؟ قول حسبنا الله ونعم الوكيل. انا جيت هنا بس عشان افكر اللي قال لنا غوري وطلعي بره، وفكر التاني اللي شتمنا، وفكر اللي عمل لي كده، وفكر التالت السمسار اللي ادى للتاني والتالت والرابع والخامس، انها في الاخر هنا. هم مش حاسين انها هنا لوحدها، لان هم مش بنتهم. لو بنتهم كانوا حسوا بحرقة القلب بتاعت الاب، فعلا كانوا حسوا بحرقة قلبي على بنتي اللي موجودة دي، وكانت هي اغلى، يعني اغلى من روح انا. يعني انت اللي نزلتها؟ الحمد لله رب العالمين. انت نزلت معها؟ لا ما قدرتش، هو عمها وخالها هم. ما قدرتش؟ ها؟ ما قدرتش تماما. صعبة أوي يا سيدي. صعبة والله. طيب إلى من يهمه الأمر؟ مالك هنا لوحدها خالص عشان دخلت عملت عملية اللوز. نداء إلى دكتور عادل عدوي وزير الصحة. ملك موجودة هنا عشان دخلت تعمل عملية اللوز مع دكتور الأب ما يعرفوش وما سمعش عنه.
بتقرير اتكتب ان جالها جلطة في الرئة. حضرتك عارف ان الجلطة ما بتجيش وسط العمليات، ومفيش حاجة اسمها كده اصلا. مع دكتور كتب تقرير ومش هو الدكتور المعالج، في مستشفى ما فيهاش عناية مركزة، مع بنت داخلة اوضة العمليات بهدومها مش معقمة ولا لابسة جاون. أرجو الدعاء للملك، وإن شاء الله بإذن الله حقها يرجع. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. بتاع الكاميرا منور فمنور الحكاية شوية، بس القبور ضلمة جدا فوق، ما بالكوا القبور عاملة ازاي تحت. انا نزلت القبر قبل كده للي بيتابعنا من زمان، يمكن اعيد لكم الحلقة دي قريب. والقبر كان صعب قوي تحت، ولسه الطوبة ما تحطتش، فما بالكوا الوحشة بتاعت القبر اللي بنت عندها 10 سنين ما عملتش اي حاجة خالص، غير ان واحد جاب لها واحد ودخلوها بهدومها وقطعوا لها هدومها جوه وحطوا لها مش عارفة ايه باسم حد تاني، واجروا لها اوضة عمليات من غير عناية مركزة ونقطة بقى، هل تعبنا النهاردة او لك انت محمولة ليه كده يا عم بتمثل؟ دي اوفر. عارف انت لو قلت كده غير انك تبقى حيوان ودي حاجة مفروغ منها، انت ما بتقدرش خالص الروح، لان انت لو شايف ان اللي احنا عاملينه ده كتير قوي يبقى انت مش عامل قيمة للبني ادم، للمصري. عارف ليه بقول المصري؟ عشان في اي حتة في العالم ما بيحصلش كده، في اي حتة في العالم ما بيحصلش كده، مش ممكن يحصل كده ولا في البلاد العربية. ففكرة الاستهتار بالطب والاستهتار بالبني آدم والاستهتار بالروح دي غريبة قوي. لا ده الدنيا لازم تتقلب، ما تقعدش عشان ملك ماتت. لو احنا ناس بنحترم البني آدم وبنحترم بعض وبنحترم يعني ايه طفل وبنحترم يعني ايه روح، لازم الدنيا تقوم ما تقعدش غير لما نعرف ده حصل ازاي. وانا مرتاحه جدا ضميريا لان نزولي النهارده وبهدلتي وشتمتي ومن هنا لهنا 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 دي اصفرت عن حاجه لطيفه جدا. احنا معانا تقرير من الدكتور وائل بيقول ايه؟ بيقول جلطه في الرئتين. فين التقرير يا جماعه اللي عليه ختم المستشفى؟ الجمعيه الخيريه الاسلاميه اهو، هتقولنا بقى الختم تحت كده والدكتور ماضي تحت. توفت المذكوره اثناء اجراء عملية استئصال للوز نتيجة جلطة في الرئتين. ارجع لي بقى معانا الدكتور دلوقتي قال لك ايه؟ قال لك لا احنا جينا نفوقها من البنج ما فقتش، هي ماتت من البنج. تقدروا تجيبوا لي الحتة دي تاني؟ تشوفوا لي الحتة دي والدكتور بيقول كده؟ ماتت من البنج، هي ماتت من البنج، احنا جينا نفوقها من البنج ما فقتش من البنج، يبقى بنج. طب اما هو بنج ما اتصلتوش بالشرطه ليه؟ كنتوا هتطلعوا تصريح الدفن وكتبتوا التقرير وعملتوا عليه ختم المستشفى ليه؟ اما هو من البنج الجلطه بتيجي اثناء عمليه اللوز، جلطه في الرئتين تيجي البنت عندها 10 سنين اثناء عمليه اللوز. كتبتوا التقرير ده ليه وختمتوه اما هو البنج؟ الاب والام بيقولوا الدكتور ممدوح دخل معانا وشد الخراطيم من 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 مناخيرها، يعني كان موجود جوه اوضه العمليات وقالك التخدير البنج.
هي ما ماتتش قضاء وقدر، يعني ما ماتتش متطبيعية. هو ده اللي يهمني، مين الغلطان الله أعلم، مين اللي لازم نجازيه الله أعلم، مين اللي الدكتور حلو مين اللي الدكتور وحش الله أعلم. النيابة والعدالة هي اللي تقول كلمتها. عشان كده احنا صممنا ان الراجل يروح ويرجع ويطلب تشريح الجثة، وفهمنا ان الروح خلاص عند ربنا، وان لازم الحقيقة تظهر بالقانون. والقانون والعدالة المصرية عندنا اعظم قضاء في العالم. تعالى كده نشوف قال ايه الراجل اللي جاب الدكتور واجر العمليات وعمل كل حاجه بكل اخلاص. طب احنا بس عشان ضميريا، بس عشان الضمير يبقى بس سبب الوفاء ايه؟ ما عرفوش بقى. افهم بقى، هي ماتت في التخدير، هي ماتت في التخدير، هي ماتت في التخدير، هي ماتت في التخدير. الدكتوره قال لي بصلي العصر، انا ما جاش انا، حتى الدكتوره في النيابه قال الدكتور في النيابه قال معنا اعتراف من المدير الاداري للمستشفى ان البنت دخلت على اسم دكتور تاني خالص. لو تقدروا، انا عارفه انه هيبقى صعب، تجيبوا لنا اليافطه اللي على عياده الدكتور ممدوح بتقول ايه. بتقول جراحه عامه وامراض بوليه وتناسليه. مش ممكن بساطه الناس توصلهم الى درجه ان يروح لدكتور عشان مكتوب عليه جراحة عامة يبقى بيشيل لوز، ومودي مراته اللي عندها خراج، ومودي مش عارفة مين اللي عنده ايه. وهل ينفع دكتور البطنة لما مريض يجيله؟ مش مفروض احنا عندنا مثلا لما بنحول مثلا على دكتور يسري الهواري مثلا عظم، فيقول لا معلش ده الاعاقة مش عظم، دي من المخ، فنحاول على دكتور وليد مخ واعصاب، بيحولوا لبعض، مش يقولوا تعالى وهندخل اوضه العمليات مع بعض من غير ما المريض يعرف، عشان يعمل التحاليل ويشوف الحاجات اللازمه لاختصاصه. مش يبقى اول مره يشوف المريض في اوضه العمليات. الدكتور اللي عمل العمليه كان اول مره يشوف المريضه في اوضه العمليات. تاني، الدكتور اللي عمل العمليه كان اول مره يشوف المريضه في اوضه العمليات. ولو انتوا يعني شفتوا التقرير كويس مع الدكتور اللي عمل العمليه، ما يعرفش ابو البنت، ما شافوش عمره، ما شافوش عمره. تعرف الراجل ده؟ لا ما عرفوش. تجيبوا لنا اليافطه الاول. استشاري الجراحه العامه والمسالك البوليه والتناسلية وجراحة الأطفال وجراحة الأورام. ارجع لنا. مع العلم إن دي عملية تتعمل عند أستاذ دكتور أنف وأذن وحنجرة. قالك طب وإيه يعني؟ أنا كبير الحتة هنا وبيجولي وبوديهم لدكاترة وكده. قلت للراجل؟ لا ما قلتلوش. عرفت الراجل؟ لا ما عرفتوش. ما أنا لو كنت قلتله كان هيرضى. يعني إيه؟ طب الدكتور ما شافش المريضه. طب يا سيدي ماشي، هات له دكتور كويس حولها له يشوفها يكشف عليها. هو دكتور انف واذن وحنجره، هو ادرى يشوفها. حد يعمل عمليه لمريضه ما شافهاش قبل العمليه؟ ينفع؟ طيب انا اتقال لي، انا اتشتمت وتقال لي انت ممثله وانت بتمثلي وانت ممثله وانت بتمثلي، عشان انا مش عاجبني ان واحده دخلت عملت اللوز وما طلعتش. مش عاجبني. لا مش عاجبني، مش قابله ومش هينفع وما يصحش ومش دي مصر الجديده اللي احنا متفقين عليها، ومش ده التغيير لا لا بجميع المقاييس، لا كأم وكمذيعة وكمصرية، لا قول اللي انت عايزه. فلما ارد بمنتهى الادب ما قلتلوش مثلا ممثلة ايه يا كذا يا كذا يا كذا يلي يلي يلي، لا ده انا قلت له طب انا هروح بقى لوزير الصحة عشان اقول له على المهازل دي.
يقول لي غوري في 60 داهية، يلا غوري جيبوها لنا كده. غوري تاني، غوري تاني، غوري تاني. ايه اللي تخش ده؟ حس غوري يا اسطى، حس غوري يا اسطى، حس غوري يا اسطى. معلش معلش معلش، ده سب وقصف قدام الكاميرا. معلش معلش معلش، ده سب وقصف قدام الكاميرا. هو يعلم انه بيتصور، بيقولي غوري في داهية، بقول له ده سب وقصف قدام الكاميرا. عارفين انا لو اترفع عليا سب وقصف اتحكم عليها بكره، لكن انا عندي قضايا بقى لها 3 سنين و4 سنين سب وقصف ما خدتش فيها حكم عشان انا مشهوره. فلما هو يقولي غوري ما اقدرش ارد عليه، عشان لازم، عشان انا مشهوره لازم ابقى مهزقه، عشان انا مشهوره لازم اتحول لمهزقه. يا سياده وزير الصحه، في اعلاميه راحت تاخد انترفيو من دكتور بمنتهى الاحترام، انا طول اللقاء بتاع الدكتور ممدوح ما بقولوش غير حضرتك 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 حضرتك، وقعدت ودخل لي الناس واحنا قرايبه واحنا ايه وبتاع، قمت قلت لهم اتفضلوا اهلا بيكم، كنت في منتهى الادب، وقعدت تاني اعمل حوار، راح داخل التاني عليك بتمثلي وبتجري وبتشهري و لا، في فئه من الاطباء بتاخد فلوس الغلابه بجد وبتضحك عليهم بجد وتستخف بعقولهم بجد، بقولهم ما قلتش لوالد البنت ان في دكتور تاني هيعملها؟ قال له، قال لي ما انا لو كنت قلت له ما كان هيرضى، اصل الوقت ما سعفنيش. ولاول مره كان الدكتور بيشوف البنت، هات نشوف كده، وهو انا بقول له تعرف الراجل ده؟ يقول لي لا. انا حضرتك متحرك انا، وبعدين هتعرف الراجل ده؟ لا ما تعرفوش صح؟ طب ده ابو ال طب حضرتك تعمل عمليه، هو متفق مع حضرتك انك تعمل عمليه كذب صح؟ انا حضرتك متحرك انا، وبعدين هتعرف الراجل ده؟ لا ما تعرفوش صح؟ طب ده ابو ال طب حضرتك انا بعرف الدكتور على ابو البنت لاول مره. سيادة وزير الصحة، هناك طبيب لم يرى المريضة وما كشفش عليها ولا أي حاجة، دخل عمل لها عملية. هل ده يصح؟ هل ده صحيح؟ هل ده بيحصل في أي حتة في العالم؟ إحنا مش واقفين في صف حد ولا ضد حد، ولكن في روح راحت وطفلة، وكل يوم ناس بتروح، والله العظيم اقسم بالله العظيم كل يوم كل يوم ناس بتروح، وكل يوم بيجي لي شكاوي فلان راح فلان راح. امبارح ما عرفتش انام من 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 بكى الراجل، اني حسيت بتانيب ضمير شديد ان خلاص كده هو اتنازل عن التشريح وهي ماتت وانا مش هسميها مستشفى ابدا، المخروبه اللي انا دخلتها دي اللي ما فيهاش اي حاجه تدل على انها حاجه طبية مكتوب عليها الإسلامية، هو ده اللي مضايقني. هيفضل الناس تعمل فيها عمليات وكده؟ لا لا والله ما ينفع والله. ولو أنا تحولت لوحدة ساكتة عشان خايفة، يبقى لا، يبقى ما اشتغلهاش وما عرضش نفسي للعمل العام خالص، مع ان انا لو ست عاديه برضو مش هسكت على الظلم ابدا. ده ظلم اللي حصل، ده ظلم اللي حصل، ده ظلم. هدوم اللي اتقطعت دي ظلم، الدكاتره اللي ما شافتش المريضه ده ظلم، السمساره اللي بتحصل دي ظلم، ان يبقى عندنا حاجه زي المستشفيات دي ظلم، دي مش مستشفيات، مستوصف زاويه ما اعرفش ده ايه، ما اعرفش ده ايه اللي انا دخلته ده. طيب احنا معانا الدكتور حسام عبد الغفار، اهلا بحضرتك. سفير سوداريين، نقول على حضرتك ايه؟ انا المتحدث الرسمي لوزاره الصحه، ولا نقدم حضرتك ازاي؟ نقول ايه؟ اي فندم، المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. احنا زي ما انا قلت، احنا مش مع حد ضد حد، احنا بس بنقدم شكوى على الهوى لوزاره الصحه اللي مشكوره جدا جدا، لان هناك بطل في هذه القصه
وهو موظف الصحة، اللي أصر أن هناك إهمال طبي وقع، واللي كتب تقرير في منتهى النزاهة وما اشتركش في اللخبطة الكتير قوي اللي حصلت دي، وأصر لتحويل الموضوع للشرطة. فإحنا قلنا أن بدل هناك موظف بهذه النزاهة يبقى الإدارة نزيهة، يبقى الوزارة ماشية على خطة صحيحة، لأن زي ما حضرتك عارف أن كل الأماكن دي كانت مفتوحة من قبل كده، ما يعني ما اتقفلتش كلها، ما حصلش رقابة عليها كلها. فأنا عايزة رد حضرتك، إحنا بنشتكي ليكم، دي شكوى إحنا بنقدمها. يعني أستاذ ريهام، دعنا نكون في منتهى الوضوح والدقة. حينما يقرر أحد أعضاء الفريق الطبي بكامل إرادته أن يرتكب عملا يخالف القانون أو القواعد الأخلاقية لمهنة الطب، فإننا في وزارة الصحة نعامله وفق ما اختاره لنفسه. ولهذا السيد الوزير بمجرد أن علم بهذه الواقعة قرر الآتي: إيقاف مدير المستشفى عن العمل، إيقاف إجراء العمليات في المستشفى لحين التأكد من جاهزية المستشفى، وتشكيل لجنة من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة والتخدير لمراجعة جميع الإجراءات التي تمت في حالة الطفل ملك رحمه الله تعالى، التضامن في الدعوة الجنائية التي أقامها والد الفقيدة في أمام النيابة العامة، وتكريم السيد مفتش الصحة ليس لأنه أصاب أو أخطأ، فهذا ما ستقرره نتائج التحقيقات، ولكنه لأنه كتب ما اقتنع وآمن به بناء على ما رأى. طيب أنا الهدوم المتقطعة دي أنا هقدمها للنيابة حضرتك أو هديها ونحن كوزارة الصحة متضامنين مع الوالد ومع حضرتك في هذه الدعوة الجنائية. أنا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، وأنا لو يعني مش هيقولوا عليا أنا كنت عيطت دلوقتي، لأن إحساس عظيم جدا 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 إنك تحس إن حد سامعك، وإنك تحس إن في حد وراك، وانك تحس ان في حد بيظهر الحق. يعني المفروض دلوقتي كلنا اللي بنشوف الحلقه دي، انا بشكر حضرتك جدا ان احنا نقول يحيى العدل، وان حضرتك قلت كلمه قويه جدا، قلت اذا كان هناك طبيب ما مشيش على القواعد هو اللي اختار لنفسه الحكم عليه. فاحنا عندنا مخالفات كتيره جدا، من اول الدكتور اللي جاب دكتور المريض ما يعرفوش، لغايه البنت اللي دخلت بهدومها اوضه العمليات، لغايه المستشفى اللي ما فيهاش عنايه مركزه، لغايه ال 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 دي حاجه شخصيه ليا انا مش عايزه حقي فيها، ان الدكتور لمجرد ان اعلاميا مستاذنه وداخله بتتكلم مع طبيب بمنتهى الادب فتتشتم، واقول انا رايحه لوزير الصحه فيتقال لي غوري في 60 داهيه. طب انا غورت ورحت لوزير الصحه، ووزير الصحة وقف جنب الراجل، وقف جنب بنته، وهيحقق في الموضوع. فأنا مبسوطة أن أنا غورت، أنا مبسوطة جدا 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 أن أنا غورت. التقرير بتاع الاسم موجود، ها؟ طب تعالوا نشوف. احنا بعد اللفة الطويلة قوي النهاردة دي اللي ولا كلنا ولا شربنا ولا غيرنا ولا أي حاجة، الراجل أصرينا أنه هو يروح النيابة عشان يطلب تشريح الجثة، عشان قانونا كل الناس تاخد حقها. نشوف مع بعض دلوقتي حضرتك، أنا عملت المحضر اللي هو باستخراج الجثة للتشريح عشان أعرف إيه سبب الوفاة، ولازم اللي عمل كده لازم يتعاقب وياخد جزاؤه، وهو بطالب بحق بنتي، مفيش أكتر من كده، ولازم القانون هو اللي بياخد مجراه، وانا ماشي قانوني، وقانون ان شاء الله هيجيب لي حقي، وان شاء الله ربنا هيجيب لها حقها ان شاء الله. طبعا احنا ما لحقناش ناخد اذن من العلاقات لتصوير صوره اليافطه بتاعت الاسم لان كنا الوقت متاخر، ولكن معنا صوره المحضر اللي الراجل عمله دلوقتي عشان يطالب بتشريح الجثة، انهم يفتحوا القبر مرة تانية ويطلعوا ملك ويشرحوا الجثة. هي مش باينة قوي دي دم، ممكن تاخدوا انتوا المحضر تقولي رقم المحضر، ارجعوا لنا مرة تانية.
أرجو إن إحنا نكون عملنا اللي علينا، وأرجو إن الحق ما يضيعش. وأنا متأثرة جدا جدا بموقف وزير الصحة بجد والله العظيم، إن قد إيه أخيرا البلد الحكومة فيها بقت بتحس بالغلابة وبتحس بالناس، وإن الحق بيرجع في ثانيتها. أكيد أي حد هيشوف ده مش هيوافق، ولو حط نفسه مكان حط نفسك أو حطي نفسك مكان الراجل ده وشوفي رد فعلك هيبقى ايه. بيانات المحضر ايه؟ واحد وثمانين احوال طلبية. معلش مش عارفين يقروا التقرير، انا اسفة. طيب انا هختم الحلقة دلوقتي وهنتابع القضية، وهنتابع الاجراءات اللي هتتاخد ناحية المستشفى، وهنتابع التحقيق، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله قادر على كل شيء، ان الفساد ينتهي من هذه البلد، وان الناس اللي بتعمل من غير ضمير تنتهي في البلد دي، وان مصر تبقى جديده وبتتغير بجد وترجع الحق للواحد. النهارده حق ملك ابتدى يرجع، لان في حد سمع صوتنا، ونقدر نقول بصوت عالي جدا تحيا مصر. اشوفكم بكره، تصبحوا على خير.